صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، نصبحكم بالخير ان شاء الله. بدايه النهار تكون بدايه حلوه وموفقه ودايما ببسمه. اوقات كثير او يمكن اشخاص اليوم عم يحضرونا عندهم يمكن استحقاق، عندهم تجربه جديده، عندهم عمل جديد بدهم يخوضوه، ودايما لما نبلش بشيء جديد بيترافق معه خوف. هيدا الخوف اوقات ما بنفهمه، بس هيدا الخوف بالتحديد هو امر ايجابي كثير، لانه هيدا الخوف هو اللي بيساعدنا لنوصل باوقات كثير لنجاحات ما نكون حاسبين الحساب، لأنه هيدا الخوف بخلينا نكون حذرين أكتر بالخطوات اللي عم نقوم فيها. هيدا الخوف بخلينا نمشي لأماكن بثقة أكبر، ولما نقطع هيدا الخوف بنوصل لنجاح كتير كبير. وفي أشخاص كتير أوقات يمكن بيشككوا بقدراتنا أو بيقولوا أنه نحن مش قادرين نوصل، فلما نوصل بهالمرحلة رح نحس بفخر كتير كبير. هالأشخاص اللي شككوا فينا بالأول هن الأشخاص اللي أول ناس رح يقولوا أنه هن اللي بيعرفونا وحيفتخروا فينا. فشو ما كان الخوف اللي كنتوا حاسين فيه ما تخافوا، هيدا امر ايجابي. صباح الخير شادي. رنا صباح الخير لك، شو اخبارك؟ ماشي الحال. صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم يترافقوا معنا. على كل حال نهار ممتع وموفق بتمنى لكم اياه برفقتنا او كيف ما قررتوا تمضوه، ووين ما كنتوا بالشغل او حتى اذا كنتوا اوف او حتى اون فاكيشن يكون نهاركم حلو ايجابي وموفق مثل دايما. حلقه جديده من صبحيتنا ومن برنامجنا بنترافق فيها نحن وياكم. البداية مثل العادة رياضية مع مارسيلينو لحتى نكون مبلشين بنشاط وحيوية مثل دايما. من بعدها فقرة مننطرها من أسبوع لتاني ميوزيك، واليوم سوبر والعاني. بدي أقول صباح الخير لزميل فريدي. صباح الخير شادي، كيفك؟ ما فيك تسكت انت. ما في انه عارفين انه والعاني ما فينا بدنا نخبرهم. وين رايحين دخلك اليوم؟ اليوم ما بعرف، رايحين على بمناسبة رايحين على الكوكب. كنا بعد عايشين قصة البرازيل والأولمبياد، فالحلقة رح تكون برازيلية بامتياز. كل شيء ستيل دو ميوزيك بالبرازيل رح نتعرف عليه أكثر بحلقتنا اليوم. بيرفكت، لكن بنكون معك بعد شوي فريد. مشاهدينا نحن كمان بحلقتنا بنتابع مع فقرات عديدة من بعد فقرة ميوزيك، وضيوفي بينضموا لإلي بأول حلقة دكتور بلال درنيقة ودكتور هند غازي من جامعة قبرص لحتى يحكوا عن برنامج الطلاب يلي ربحوا وحصلوا على منح من برنامج التحدي الكبير يلي يعرض عبر تلفزيون لبنان. هالبرنامج يلي عنده باع طويل بالثقافة والعلم عبر هالشاشة. كمان من بعد هيدي الفقرة دكتور باسكال رعد بينضم لزميلتي رنا لحتى يحكوا موضوع سيكولوجي جديد، مثل ما دايما نحكي أمور بتتعلق بحياتنا اليومية. فقرة ثابتة تعودت عليها ببرنامجنا هي نيوتريشن مع مايا نحول، منشوف شو عندها مايا تقلنا اليوم يومي وهيلثي كمان. من بعدها ضيفي بينضم لإلي وهو مالك مروان رحباني لحتى يحكي عن إصدار جديد لإله، كتاب بينطلق وبيمضي الأسبوع المقبل بخمسة أيلول بقصر المؤتمرات، وهو تحت عنوان Images. بختام الحلقة بنضم لزميلي رنا السيد جورج عويد وهو مسؤول البرامج بقطاع الاتصالات والمعلومات باليونسكو. أكيد هيدا موضوع لقاء لحتى يحكوا بها الموضوع. حلقة غنية من صباح لبنان بموضوعات متنوعة من قدمتكن إياها ومنترافق فيها نحن وياكن. البداية رياضية مارسيلينو. صباح الخير مشاهدينا من تلفزيون لبنان ومن برنامجنا الصباحي صباح لبنان. نحن اليوم موجودين بنادي جينيسيس بيفردا بالسال تبع الكروس.
متابعين معكم مشاهدينا، وهلا رح نطلع الى خارج الاستوديو لنشوف فعاليات اليوم للاعلاميين اللي صار بمنطقه ارطبه. وخلال هاليوم تم اعلان عن برنامج مهرجانات ارطبه اللي رح يفتتحه الفنان راغب علامه، اما مسك الختام فرح يكون مع الموسيقار ملحم بركات. كل تفاصيل هالموضوع بهالتقرير بنشوفه سوا. نحن البلدية هون بأرطبة، بس نعطيكم فكرة ليك هودي الأركاد اللي فيها القديمين عمرها 110 سنين، من أوائل البلديات بلبنان. بس هيدا المبنى هو جديد، كان المبنى القديم مستأجر، بس إجت البلدية هي بلديتنا برئاسة الأستاذ فادي مارتينوس بال 2004 استملكت هالبقعة هيدي من الأرض هون اللي فيها البلدية، وأنشأنا هالمبنى هيدا. وهودي الأركاد كانوا بالمبنى القديم، الأرشيتكت حب إنه يحطهم بهالشكل هيدا لندل شوي على عمر بلدية أرطبة القديم. ونحن كمان قدمنا هون بالمركز المبنى التحتاني كتير حلو للأمن العام، صار في بأرطبة مركز للأمن العام للجرد، وعاملين ببليوتيك فوق، وقريبا أخذنا موافقة من وزارة الداخلية إنه يكون عندنا مركز للنفوس. مهمة كتير صعبة، ولكن انتو عد الحمل. انا ما بقدر احكي مثل الاعلاميين، ولكن نحن منصلي للاعلاميين حتى ربنا يعطيهم القوة ويعطيهم القدرة تيوصلوا الخبر لكل الناس، ان كان بالوطن وان كان بالاغتراب، لانه الكلمة هي الاساس. أرطبة بالسرياني بيعني المناخ المعتدل أو المفيد الشافي الهواء العليل. وإذا بتلاحظوا هالشي بس تطلعوا من الباب بتحسوا إنه المناخ جيد جدا بأرطبة. كل الناس بيتمنوا يكون عندهم مصيف بأرطبة. أرطبة فيها أثار رومانية، يعني إذا منروح بالأحراش منلاقي صخور مكتوبة عليها ولقيون هو في مخطوطات فيهم موجودة، إنه في أثار رومانية كبيرة بهالمنطقة. وهذا الشيء بيأكد انه في كانت الحضارة الرومانية بقوة، وفي اثارات رومانية بالمنطقة. يعني انتو طالعين بعلمات عكوع المشنقة، هونيك كان معبد وثني روماني، بينوح كمان معبد وثني روماني، وعندكم بأفقى كان من اشهر المعابد الوثنية بهديك الايام، وكمان الصليبيين قعدوا بأرطبة. نخبركم بس عن البرنامج الفني اللي هو اختتام المهرجان خلال الصيفية. في كتير نشاطات، اختتام المهرجان رح يكون بثلاثة وأربعة أيلول، عاملين ليلتين حفلين يعني، ونقلنا الفستيفال على مستوى انترناسيونال مع أفضل التقنيات الضوئية والصوتية اللي رح تكون موجودة اللي بتضاهي الفستيفالات العالمية. جايبين بثلاثة الشهر الفنان الكبير راغب علامة، بس مطلعينه بحلة جديدة يعني غير ما بتشوفوه بالمهرجانات عادة ولا بالسهرات العادية. عاملين له ستاب بياخد العقل، بلس برنامج فني قبله وأبجريد كمان على البرنامج مثل ما هو. ونهار الأحد عنا الفنان الكبير ملحم بركات،
رح يكون معه كمان قبله الأورينتال فيوجن أوركسترا مع نخبة من الفنانين كمان رح يعملوا برنامج فني قبل الأستاذ ملحيم، وكمان مطلعين الأستاذ ملحيم بحلة جديدة، عاملين شيء كمان أبجريد عن الفستيفالات الباقيين إنه عاملين لونجز بقى هالمساحة اللي تحت كلها رح يكون عليها VIP و VVIP lounges. وكمان نسيت أذكر بليلة السبت بالبرنامج الفني في عنا الفنانة نانسي نصر الله والبركاشنس دانيل صايغ عامل شو كتير حلو كمان قبل الأستاذ راغب. باسم أعضاء النادي سعيف الرياضي الاجتماعي بأرطبة منرحب فيكم، من إلكم أهلا وسهلا بهالسهرة العرس اليوم، ومنهن الجميع بهالنهار. لو كان في شوية شمس برا، ولكن حرارة القلوب بأرطبة بتنعكس على الشمس يلي ربنا سبحانه وتعالى بنور العالم كله فيها. أرطبة اليوم كتير مسرورة جدا بهالوجوه الإعلامية يلي البعض منكم بيشوفون على محطات التلفزة والإذاعات بيسمعوا صوتهم، واليوم اتعرف عليكم وجه بوجه، وهيدا نهار سعيد مميز. مشاهدينا صباح الخير من جديد، برجع برحب فيكم بصبحيتنا لليوم. تابعونا عبر السوشيال ميديا كمان @صباح لبنان على تويتر انستغرام وصباح لبنان على فيسبوك، ولكل الاشخاص اللي ما قادرين يتابعوا لايف ستريم عبر تلفزيون لبنان بتابعونا عبر www.teleliban.com.lb الويب سايت اللي فيكم تحضروا فيه اعاده كل الحلقات وكل فقرات صباح لبنان. متابعين احنا وياكم، رح نكون بعد شوي مع فقرة ميوزك ورايحين على البرازيل ما تنسوا، ولكن قبل رح نعمل سفرة صغيرة على قبرص. برنامج التحدي الكبير، هالبرنامج يلي على مر سنوات بقي الأول من حيث الثقافة والنوعية والعلم يلي بيقدمه والفرص يلي بيمنحها لطلاب جامعيين لبنانيين. هالبرنامج يلي مستمر عبر شاشتنا، ودائما طلاب عم بيكون عندهم الفرصة للمشاركة وعم بيكون عندهم باب وفرصة ذهبية لحتى يقدروا يتطوروا ويقدروا يحصلوا تعليمهم كمان خارج لبنان. لحتى نحكي أكثر عن هالميرجينج اللي صاير مع سايبرس انترناشنال يونيفرسيتي وبين شركة أوفرسيز إدوكيشنال إيجنسي وبرنامج التحدي الكبير عبر تلفزيون لبنان، بصيرنا استضيف معي بالستوديو فيرست دكتور هندي غازي، you're the regional manager of Cyprus International University. You're most welcome in صباح لبنان. أهلا وسهلا. Thank you. Thanks a lot. You're most welcome. كمان بدي رحب بدكتور بلال درنيقة صاحب شركة Overseas Educational Agency. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور. كما قالوا بصيرني استضيف معي بالستوديو من ثانوية إرنيل صبيتين ربحانين ببرنامج التحدي الكبير وعم بحضروا حالهم لا يروحوا على قبرص. بدي اقول صباح الخير لاماني شعبان. اماني كيفك؟ صباح النور، الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ ماشي الحال. اهلا وسهلا فيك بي صباح لبنان. وبراء العنداري صباح الخير. صباح النور، شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. ردي لقبرص او مش كثير؟ لا محمس جريت. لكن هلا بنحكي اكثر عن كيف ربحتوا وشو البرنامج اللي راح هيك والاختصاص اللي راح تعتمدوه هونيك. بالبداية رح أبدأ مع حضرتك دكتور درناي. اليوم برنامج التحدي الكبير عم بيخرج، خلينا نقول صار طلاب كمان، أداء هالخطوة مهمة جدا على صعيد الثقافة بلبنان، وخاصة مع قلة وشح البرامج يلي بتكون من هيدا النوع. وخبرنا كمان عن التعاون مع شركتك Overseas Educational Agency، أداء كمان هالرسالة يلي هي أبعد من أي تعاون آخر عم بتكون
لتطور الطلاب اللبنانيين واعطائهم فرصه؟ نحن بلشنا بالتحدي الكبير من شي موسمين ماضيين وبلشوا الطلاب، يعني كانت تجربتنا كثير ناجحه. اللي تفاجئنا فيه انه البرنامج عم ينحضر من الطلاب اللبنانيين كل سنه اكثر من سنه، حتى يعني حابب يبين معنا من لانه في لنا دعايه بالبرنامج، منا بيجينا اتصالات، بيجينا اتصالات من برات لبنان، بتتفاجئ انه في نوع من الجمهور بتشوق ليسمع المعلومات، ليسمع المعرفه، ليسمع الثقافه، غير اللي عم نحضره دائما على التلفزيونات الثانيه. فنحن هي التجربه عم نفكر يعني اخذين قرار فيها بشكل دائم، نحن ماشيين مع التلفزيون، ماشيين مع البرنامج، شراكتنا معهم مبلشه من زمان ورح نكفي سوا. هلا الشباب والصبايا اللي عم يخلصوا من هون، اللي عم يخلصوا من البرنامج عم ياخذوا منح وعم يكفوا برات لبنان، ونحن عم يعني عم نساعدهم وعم نمكبهم كل صحيح. كل سنه بسنه صحيح عم بتكونوا داعمين لهالمشروع. هالمشروع على كل حال كمان هو بتعاون مع سايبرس انترناشونال يونيفرسيتي. دكتور هاندي غازي، جود مورنينج اجين اند يور موست ويلكم ان لبنان اند ان صباح لبنان. This is not the first collaboration with the overseas educational agency that gives a chance to Lebanese students to achieve their and accomplish their studies in Cyprus. Tell us more about this program. Tell us more about this chance and about this collaboration between the university, Cyprus International University, and the overseas educational agency, please. First of all, I would like to thank you to give us this opportunity to be here again, which I'm so pleased to be here. You're most welcome. We're working with overseas educational agency since many years, and the quality of education is top on our priority list for our university, for Cyprus International University, with the collaboration of overseas educational agency here in Lebanon. So the granting scholarships to academic merit students, really successful students, are one of our missions, which give the chance to them to enhance their studies in abroad. Mm-hmm. So we are pleased to grant these scholarships yeah. to academic merit students. عم بتقول دكتور غازي وهي المسؤولة عن هالبرنامج على صعيد الدولة من جامعة قبرص الدولية، انه هي النوعية يلي بتجي بأول مكانة ومهمة جدا باستقطاب الطلاب. الفرصة الثانية بتعاون مع Overseas Educational Agency بإعطاء فرصة للطلاب اللبنانيين بأنهم يحققوا ذاتهم وينعطاهم فرصة خارج لبنان كمان لحتى يكونوا عم يختاروا اختصاصاتهم، وبمرحلة ثالثة المتابعة مع الطلاب وتأمين كل مستلزمات الدراسية لهم هو كمان أمر أساسي، وهن فخورين بهيدا التعاون. رح أحكي أكثر مع الطلاب لحتى نكون عم نحكي كمان عن الخبرة بحد ذاتها لأنه هن المعنيين بالموضوع. أماني خبريني أول شيء، كيف عرفتي ببرنامج التحدي الكبير من خلال الثانوية، ثانوية أبنائي المدرستك اللي شاركت فيه؟ خبريني كيف كانت المشاركة، كيف كانت الإكسبيرينس؟ هو الصراحة أول شيء أجت حكتنا المدير عم تقلنا أنه في بروجرام عم ينعرض على التقال، هو بروجرام ثقافي وبدي اياكم تشاركوا فيه وكذا وهيك، فاخترتنا نحن من المدرسة كرمال نعم. نمثل الثانوية بهيدا البروجرام. أول شيء ما كنا عارفين عن البروجرام وما كتير يعني تحمسنا لنشارك، إنه ما كنا عارفين شيء عنه. كنتوا خايفين إنه إذا في شيء ثقافي ممكن يكون صعب؟ إيه مزبوط، وخفنا إنه نحن ما نوصل إنه، بس بعدين شاركنا بالبروجرام والحمد لله وصلنا. انت وصلتوا للمركز الثاني اذا ما انا غلطان صحيح؟ ايه مزبوط. نحن كنتوا متوقعين؟ اكيد لا، نحن بلشنا وكنا كل حلقه نجي نصورها نقول انه اكيد هي اخر حلقه حنوصل. بس تعبنا حالنا والحمد لله وصلنا واكيد ولقيتوا. هلا رح نرجع نحكي كمان عن برنامج الدراسه بقبرص معك براءة. صباح الخير وجديد. صباح النور. يعني حكينا عن الاكسبيرينس كيف عرفتوا بالمدرسة معك، رح أحكي أكثر عن الحلقات، يعني لقيتوا صعوبة، كيف كنتوا عم بتحضروا بنفس الوقت يمكن ما كنتوا مقدرين أنه رح توصلوا للمركز الثاني، بس خبريني عن طريقة التحضير، يعني صار في حشرية أكثر، صار في مسؤولية كمان كل حلقة كنتوا عم تتخطوا فيها المراحل؟
ايه اكيد. هلا نحن تعبنا كثير لوصلنا لهون، خصوصي انه نحن كنا ترمينال السنه، يعني كنا منسق بين ندرس للدوله وندرس للبروجرام. هلا الحمد لله صرنا نقسم نحن الشغل بيناتنا نحن الثلاثه، انه كل واحد اشتغل على حاله كثير، الحمد لله وصلنا لهون. وكان شيء متعب لانه كنت عم تنسق بين تقديم الدوله وكمان وبتنين حصدتوا مراكز كثير مهمه. رح ارجع كمان احكي معك عن خيارك وشو عبالك تدرسي وكيف رح تستفيدي من هالمنحه. دكتور درناي، اليوم الطالب يلي بيربح وبيحصل على هيدي المنحه، شو الامتيازات خليني اقول يلي بيحصل عليها وكيف رح يصير سير الامور يعني بتنفيذ هذا البروجرام؟ الامتيازات بيحصل على منحه كامله تشمل كل سنوات الدراسه، يعني مثلا بدها تدرس هندسه دراسه اربع سنوات قديش القسط السنوي؟ ما بتدفع بالاربع سنوات ولا دولار. هيدي جامعة على صعيد الدراسة، في كمان تأمين على صعيد المسكن لأنه كمان في مسلزمات تانية، أو هيدي بتصير بتعاون مع الأهل؟ هي بتعاون مع الأهل بتصير، لأنه نحن بنقدم أو الجامعة هي اللي عم تقدم إنه هيدا الطالب أنا ما بدي منه مصاري، لأنه هيدا الطالب متفوق، هيدا الطالب عنده طموح، نحن عم نساعده ليحقق هيدا الطموح. يعني هيدا أهم شغلة. دكتور غازي، with this collaboration we can see clearly the privilege that is offered to the Lebanese students. Actually, if we need to talk about the program itself and the affiliations in choosing each major, what are the star programs, the star majors that are offered to the Lebanese students, and do they have the opportunity to choose themselves their path, or they're sort of guided into this? Our students, if they need any guidance about what majors to be chosen, what is much more better for them, of course we have a guidance system in overseas educational agency and in our university as well. The most favorite programs in Lebanon is engineering programs, especially mechanical engineering and the civil engineering are the most important programs here. So this is the star program, let's say. Yes, these are the stars. new program for petroleum. Yes, petroleum engineering, molecular biology is also. Oh, wow, that's interesting. Yes, molecular biology and genetics is in demand right now as well. It started to increase, and I can say that our students on campus are very happy about the quality of education, about their programs and the services provided on campus. That's so awesome. So we're proud of it as well. That's awesome. عم نحكي عن التعاون بين الجامعة، شو بتقدم الجامعة لطلاب اللبنانيين يلي حائزين على هالمنح يلي حائزين على هالامتياز. خليني أقول بخلال هيدا الفترة طالب أكيد بيساعدوه على خياره لحتى يكون عم يعمل خيار صح، لأنه هو على مفترق طرق ما بعد مرحلة المدرسة. وأحكينا عن الاختصاصات اللي رح نرجع نفصل شوي كمان شو متوافر فيها، ولكن خليني أذكر أنه الهندسة المعمارية، الهندسة على كافة أشكالها وخاصة مع التطور اللي عم بيصير كمان في كتير اختصاصات يمكن ما منسلط الضوء عليها والطلب عليها بيعلى، مثل هندسة البترول وهندسة من نوع آخر كمان الذرة وغيرها. هذا إشي يمكن منا كتير متوافرة بكافة الجامعات، وطلابنا عندهم الحظ لحتى يتأمن لهم هيدا البرنامج بجامعة سايبرس انترناشنال يونيفرسيتي لحتى يكون عندهم خيار ويكون عندهم فرصة للمشاركة. دكتور درناي، قبل عودة للحديث عن هالبرنامج، يعني اليوم الطالب قديش في مسؤولية تجاهه كمان، يعني مثل ما ذكرنا هالتوجيه خليني أقول بخياره، لأنه هو عم يختار اختصاص بده يكمل فيه كل حياته. هودة طلاب يمكن ما كان متوقع أو ما كانوا عارفين لوين رايحين، وهلأ بنحكي يعني حتى إن كان أمانة أو براءة صحيح محمسين يمكن experience جديدة، بس أكيد في خوف بداخلهم، يعني مش إنه رايحين على جامعة بلبنان ناقلين كليا. رح أسألهم بعد شوي عن الموضوع، ولكن على يعني من الطبيعي يكون في هيدا الخوف يلي فيه مسؤولية. هون شو دور Overseas Educational Agency بالتوجيه خليني أقول بالخيار كمان بتنسيق مع الطلاب لحتى يكونوا مرتاحين بخيارهم؟ هلأ بخيار الاختصاص هن بيختاروا، إذا نحن مرتاحين منه. في شغلة أنه بلد هي قبرص، شمال قبرص هي البلد الأكثر أماناً في العالم، يعني نسبة الجريمة صفر
فهون نحن مرتاحين انه اذا بيروحوا صبايا لهونيك ما بيصير معهم شيء. يعني بتتصور انه هونيك ما بيضطروا يفتحوا المحكمه، ما في، عرفت كيف؟ فنسبة الأمان عندهم كثير عالية. هلا من هالناحية، من ناحية الأمان يمكن مطمنين بالنا، ولكن من ناحية الأمان الداخلي هن عندهم، يعني اليوم قديش حضرتكم مساندين والجامعة كمان يعني بالتعاون مع نحن طلابنا؟ يعني كل فترة بنروح بنزورهم وبنشوفهم. ما هذا اللي بدي احكي عنه، المتابعة، يعني خبرني شوي عن المتابعة للبرنامج. نحن تقريبا بنطلع من بالسنة حوالي مرتين أو ثلاثة، بنواكب كل الطلاب شو عندهم مشاكل. أساسا الطلاب يعني اول ما بيوصلوا بيعانوا من شوي من الوصول ومن جو جديد، حياه جديده، لبلشوا يسلكوا هالطريق. بس يسلكوا هالطريق خلص هن بيتعودوا على نمط التنظيم، ما بيعودوا هن يعني ما بيعودوا يقدروا يعيشوا الفوضى اللي كانوا عايشينها قبل. الطالب بهي مرحله بينتقل من الثانوي على الجامعي، هي مرحله كثير حساسه. صحيح، اول فتره بيتضايقوا بعدين خلص بتسلك معهم. نحن لما بنشوف الطلاب كيف شو عم يصير معهم، عم نطمن عنهم، عم نواكبهم اول باول، فخلص صرنا مطمنين. هي كانت اول تجربه هي اللي بتخوف حقيقه. نعم. بعدين خلص. نعم، في طلاب ممكن يغيروا ميجر هنيك او يكونوا مش مقتنعين، يمكن مثل ما بيصير عندنا بلبنان حتى، او اي طالب طبعاً. ممكن يبلش اول فتره يحس لا مش هذا الخيار الصح طبعاً. تبعي طبعا هيدا طبعا هي هيدا بقى راحوا على الجامعه، هن بقى صاروا راشدين حالهم، هن بيقدروا يعملوا، والجامعه كثير بتساندهم طبيعي. ومستهد شخصيا يعني هي من النوع اللي بيواكب كل طالب طالبه وشو عم يصير معه جدا كل كيس يعني. رح نحكي على كل حال عن عدد الطلاب يلي راحوا سابقا، رح نحكي كمان عن كم طالب صار السنه الماضيه. كنا عم نحكي بال 100 مزبوط، هي اللي عم نحكي بال 150 او لل 200، ما بنعرف بعد ده حيصير. رح نحكي بتفصيل عن هالموضوع بعد شوي. اماني خبريني، خايفه من هالخطوه بينك وبين حالك؟ اكيد انت مأكده من خيار الجامعه، مأكده ثابته كمان بالتعاون مع اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، ولكن انت بينك وبين حالك هيك حاسه حالك جاهزه لهيدي الخطوه؟ هلا بدي اشكر الاستاذ بلال لانه واقف حدنا وعم يدعمنا دائما، وكان دائما حدنا يعني على طول بس نعتازه دغري بيوقف حدنا لو شو ما كان صاير. بس اكيد يعني بضل في خوف انه حتى لو كانت الفرصه هون بلبنان، انه في خوف بين طالب عم ينتقل للجامعه ولجو جديد، فكيف سفر وهيك. صحيح. اكيد خبرينا شو عبالك تتخصصي باي اختصاص؟ انرجي انجينيرينج ان الله رأت هيك حابه كفي. حلو، يعني هندسة طاقة. وبعدين هذا اختصاص يمكن كمان مش كتير موجود، يمكن هذا فرصة لتلاقي شغل أسرع ويكون كمان سالري عالي. طيب. إن شاء الله إن شاء الله، مش غلط الواحد عقد ما أحلامنا بتكون كبيرة عقد ما نحن بنقدر نحقق. براءة خبرينا أنت بشو عبالك تتخصصي؟ كمان هندسة طاقة، نفس الشيء، نفس الاختصاص. ايه هلا هو إن الاختصاص مش موجود كتير بلبنان، وكمان بذات الوقت اختصاص حلو ومهم، انه نحن بنعرف انه العالم كله عم يتطور، رح يصير فيه كثير حاجه لهندسه الطاقه. فهيك كان خيارك وكمان بنفس الوقت هيك بتتساعدوا بما انه رايحين سوا، بتكونوا بنفس الميجر عم تشتغلوا سوا، مش غلط ابدا. دكتور غازي، what are the faculties available in the university؟ Actually, the girls have chosen the energy engineering, but I'm sure that there are more faculties available. What are those faculties? Some of the faculties, we have 10 undergraduate faculties on campus right now, from pharmacy, engineering, administrative sciences, communication faculties, arts and sciences. We have law, faculty of law. We have wide variety of departments, so including mostly the sciences and the social sciences. Yeah, as well. Yeah, yeah, yeah. So it's a big variety. عم نحكي عن الاختصاصات المتوفرة بالجامعة والاختصاصات متنوعة وبتتوزع بين الصيدلة، بين المحاماة، بين الفن والاختصاصات يلي فيها علم، وأيضا الاختصاصات يلي فيها ميديا كمان وتواصل على أنواعه. يعني دائما عم بيكون في رينج كبيرة مثل ما ذكروا.
What are the privileges of the Lebanese student in your university besides the full scholarship and the follow-up Dr. Dernea talked about, and especially with your assistance following up with each case and each student? What are the difficulties that somehow the new student face when arriving to Cyprus? The most difficult time, not for only Lebanon Lebanese students, but for all students, is the first week, because they're in a different country. Although we have a very common culture, very, you know, common things exactly between two countries, but, you know, they're in a different country, they're arriving in a different country. So what we're offering as a university, what we're providing them as a service, starting from the airport pickup, we are following up and we are supporting our students for each and step. Mm-hmm. Because, you know, when they arrive, they want to feel safe, you know. How important is that to feel them, to make them adapt easily and the fastest with the program and the whole new life? It starts with the airport pickup program, then moving into their dorms if they're staying on campus. And we are having an orientation program for mm-hmm. our students, including the meeting with the lecturers, having a campus tour and detailed information about our campus and their departments. And we have 3 days of, let's say, touristic That's awesome. Option to have just to make them comfortable with the space. At a glance to see the main cities in Cyprus. Of course. To just That's awesome. To adopt themselves to the new environment. That's awesome. عم نحكي عن البرنامج وكيف يتبع من اللحظة الأولى اللي بيوصل فيها الطالب على المطار بأبروس لما يكونوا عم ياخذوه لحتى يكون حاسس حاله هالقد مرتاح، بينتقل على الجامعة وفي يعني نظام مخصص توجيهي، خليني أقول، لحتى يكون عم بتابع مع الطالب، يكون عم بيلتقى بالمتخصصين يلي رح يكونوا عم بتابعوه بالجامعة بالأساتذة وأيضا بالجسم التعليمي. من بعدها كمان يخصص 3 أيام سياحية بالمنطقة لحتى الطالب يحس حاله مرتاح بالمكان يلي هو فيه ويحس حاله ببلد صحيح. أبرس منا بعيدة عن لبنان، قريبة جدا، في كتير نقاط مشتركة بال يعني أول شيء الجغرافيا قريبة، في كتير نقاط مشتركة على كل الأصعدة بطريقة العيش بحكم قرب المسافات بيناتهم، ولكن من الطبيعي مثل ما ذكر الدكتور غازي أنه الطالب رايح على سيستم ورايح على مكان جديد من كل النواحي، فمن الطبيعي أنه الجامعة تأمن نظام لإله لحتى يكون بجهوزية وبراحة تامة. دكتور دنيئة، بالعودة للأعداد، يعني السنة الماضية حكينا عن 100 طالب، اليوم عم نحكي عن 150 طالب تقريبا. في طلاب، أدي عدد طلاب يلي تخرجوا كليا، يعني خلصوا الاختصاصات ورجعوا، واليوم كم طالب من هيدي الدورة هن عم يتوجهوا على أبروس بهذا البروجرام؟ اللي تخرجوا، يعني خلينا نقول نحن عم نحكي بالمية، نعم، اللي تخرجوا العدد، لأن البداية ما كانت في عدد كبير، اللي تخرجوا ما رجعوا، بقيوا عم يكفوا دراسات عليا بالجامعة. كتير كانوا مبسوطين، فكلهم ما حدا رجع. في يمكن 2 منهم كانوا عم يخبروني من كام يوم، عم يقولوا لي انه نعرض عليهم سكولرشيب على ألمانيا كونهم متخرجين من السي. يعني هيدي كمان عم تفتح مجالات أكثر على صعيد العالمي وخاصة بأوروبا كمان، لأنه هن باتحاد الأوروبي طبعا بالتبادل الطلاب، يعني تركيا إنه قسم قبرص هو هذا اللي تابع لتركيا، مش قبرص الجمهورية قبرص، نعم، بس بالتبادل الطلابي هن مع الاتحاد الأوروبي. يعني عم يفتح لهم أبواب كمان لمتابعة دراسات عليا. جدا. هلا الملفت عندنا السنه انه في اقبال على الدراسات العليا، يعني في اساتذه بيعلموا بالجامعات عم يطلبوا دكتوراه، في ناس كمان عم يطلبوا ماجستير، لانه عاملين هنا عروضات خاصه للطلاب اللبنانيين، انه بيعملوا مثلا سنتين الماستر، السنتين ب 4000 يورو الدراسه، فالقسط يعني ما هو صعب على الطالب، يعني قادر يكون بمتناول الاشخاص اللي حابين يتطوروا. دكتور غازي، actually what are the languages of the actual studies of the curriculum? It's in English.
Yes, the minimum instruction is all English. It's all in English, so all it's English. More international and common to everyone. So it makes it easier. عم نحكي عن نظام التعليمي اللي بيعتمد على اللغة الإنجليزية اللي هي لغة عالمية ولغة كمان مشتركة بين أغلبية البلدان وطلابنا بلبنان ما بينقصهم شيء وخاصة نحن عنا كمان اللغة الفرنسية العربية والإنجليزية بنقدر نستفيد منها. كنت حابب تضيف نقطة شغلة صحيح في عندهم برنامج السنة فتحوه عن دكتوراه بالبزنس بي اتش دي يعني هو 4 سنوات عاملينه هو موجود عندهم اساسا بس عم يعني عاملينه بصيغه جديده السنه انه الطالب مش مضطر يبقى هونيك كل الفتره في يروح بيعمل سيمينار على 15 يوم بيدرس مواد بيرجع بيجي على لبنان بيرجع بيطلع 15 يوم تانيين بيرجع بيجي على لبنان بيرجع بيروح 15 يوم بالسنه كلها بيروح 45 يوم وبيعمل فحص على بكل المواد اللي بيدرسها يعني لأنه هن عادة عندهم دراسة 4 سنوات دكتوراه فالسنة الأولى هي سنة مواد السنة المواد مكسفينهم ب 15 15 15. هيدا عم يسروا على الدكتور اللي هو عم أصلا عم يعلم بالجامعة بس ما معه دكتوراه بيقدم فحص بينجح بكفي 3 سنين بيعمل فيهم البحث. نعم يعني هالتسهيلات كلها يمكن لتأمين ثقافة لتأمين تعليم لحتى ما يبقى حدا ما عنده فرصة. أماني هالفرصة اللي عم تاخدوها اليوم يمكن كتار بيحلموا أنه يحصلوا على هيك فرصة فلازم يمكن تستفيدوا منها للآخر. خبرينا شوي كيف عم بتحضروا لهيدا المرحلة متى مسافرين عم بتحضروا الفيز تأكدت ديت كيف خبريني كيف تحضيرات؟ هلا اكيد هي المرحله اللي كثير بيحلموا فيها من خاصه الطلاب اللي طالعين من الترمينال لان عندنا هون الجامعات صعبه شوي وامتحانات دخول ودرس وصيفيه وبتروح وكذا فنحن كانت كثير مسهل الامور معنا انه ما عانينا من هذا التوتر والخوف كرمال امتحانات دخول الجامعات هون. هلا عم نحضر تاكدت السفر انه اول نهار جمعه ب 27 الشهر الجاي 27 سبتمبر ايلول. نعم وان شاء الله نحن اكيد بدنا نروح قبل بفتره صغيره وهيك وعم نحضر ورقنا الله يرضى. عظيم يعني ان شاء الله بكون كل شيء هيك مسهل. دكتور غازي the studies are launched on the 27th of September and how long before that do you need the students to be there before this date? Actually the classes will start on 3rd of October. Okay. And the registration period is between 27th and 30th of September. Okay. And the dormitories will be open on 20th of September. So if they come approximately around these dates that would be enough for them to finalize all their necessary procedures and their registration. Around 2025. عم نحكي عن التواريخ اللي ممكن يتواجد فيها الطلاب لأنه الدراسات مثل ما ذكرت تبدأ ب 3 تشرين الأول ونظام التسجيل بيفتح ب 27 أيلول ودورمز أو الأماكن اللي رح يبقوا فيها الطلاب للمنامة بتبلش كمان تفتح ب 20 أيلول فبخلال هالتواريخ أكيد الطالب لازم يكون صار جاهز ليكون موجود بأبروس لحتى يقدر يتسجل ويتابع كل الخطوات الدراسية. كمان نحن وعم نحكي دكتور درنيقة هالمرحلة اللي بتلاحقوا فيها الطالب وخاصة بالبداية وحكينا كمان عن المساعدة والمساندة بالخيار. اليوم هودي طلاب يعني إن كان أماني أو حتى إن كان براءة حصلوا على فرصة من برنامج التحدي الكبير هالبرنامج عبر شاشتنا ولكن أدي كمان أشخاص تانيين حابين أنهم يشاركوا كيف بتواصلوا مع الشركة شو في بروسيجر معين لطلاب أو أهل يمكن حابين يبعثوا أولادهم من خلال شركتنا. نحن عندنا الويب سايت www.overseas-leb.com اوكي وفي عنا صفحة الفيسبوك Overseas Educational Agency وفي عنا كمان طبعا ارقام التليفونات اللي هن 03-36-50-25 وكمان 06-427-102 هول بإمكانهم التواصل بيقدروا يتواصلوا معنا بأي وقت ونحن ان شاء الله بنجاوبهم حتى على 03 36 50 25
على الواتساب كمان فينا يعني فيكون في تواصل كمان الفايلز وفي ارقام ثانيه بس ما حاذكر اكثر حتى ما نضيع اكيد الفايلز على كل حال يعني الفيسبوك اليوم كل العالم يمكن عنده أكاونت Overseas Educational Agency هو أسهل شورت كات لحتى تفوتوا تحصلوا على الويب سايت على الأرقام وعلى كل تفاصيل التانية اللي ذكرناها. دكتور درناي اليوم أطالب بده كثير دوكيمنتس لحتى يكون عم بيقدم على هالبروجرام عندكم؟ لا لا المهم يكون ناجح علامات كويسة والباسبور هذا هي مهم يكونوا بجهوزية. براء لقيت صعوبة بتحضير لها الدوكيمنتس كلهم أو كل شيء تسهل وكان جاهز؟ لا الحمد لله كل شيء تسهل يعني نحن كل كما طلب منا أنه نصدق علاماتنا ونجيبهم والباسبور هينا هينا القصة. To sum it up and to conclude Dr. Ghazi, the requirements we're talking about the documents required for this program. It's easy. It's so managed in a way that facilitates to the students and to the agency the whole procedure. And it's the university who works on the visa process actually who facilitates this this phase. Yes, I mean our aim as a university, as Cyprus International University, is to help the students to make all the process is much more easy and faster because sometimes we need to have time limits like the registration period. So if any visa necessary, we are getting into contact with the Turkish embassy directly in the necessary country and we send the confirmation list of our students to make it easier and faster for their visa process. That's perfect. بخصوص موضوع الفيزا هي مسهلة من قبل الجامعة وتعاون بكون مع السفارة التركية بكل بلد بتعاونوا معه بالجامعة وبكونوا عم يستقطبوا طلاب لحتى يحصلوا على هالبرنامج بقبرص. قبرص اللي هي تابعة للقسم التركي يعني عم نحكي هون عن شمالي المنطقة إذا مني غلطان والجامعة هي بتتكفل بتسهيل كل الفيزا ومثل ما شفتوا صبايا مسهلة أمورهم فأنتوا كمان فيكون عندكم فرصة. It's been a pleasure hosting you over صباح لبنان over Tel Liban. Thank you for being here and good luck in the future endeavors you are achieving and offering to the Lebanese students in particular and to the international community of students as well. Thank you. Thank you so much. I'm so pleased to be here with you for the second time. So I'm so happy to share it with you. Thank you, Dr. Hendi Ghazi, the regional manager of Cyprus International University. Dr. Bilal Dernay, صاحب شركة Overseas Educational Agency. أهلا وسهلا فيك. أنت من أهل البيت. طبعا طبعا. أنا كمان بحب أتشكرك وبهنيك وبقول لك الله يعطيك العافية لأنه على الإفور اللي عم تعمله يعني عم مذيع وعم تقدم وعم تترجم عم تقوم بثلاث شغلات و يعطيك العافية. شكرا هذا أقل من واجب على كل حال عبر هالشاشة. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. متابعين بالتحدي الكبير طبعا رح طبعاً. نتابع بعد شهر حيبلش تصوير إن الله راد رح نتابع مثل دائما نقعد المشاهدين بموسم جديد. أماني شعبان وبراء عنداري أنا بدي أتمنى لكم كل توفيق وإن شاء الله هالأنرجي إنجينيرينج اللي بدكم تتخصصوا فيها ما بتخلصوا بس بالأندرغراجويت فيز يعني بتحصلوا بس على ليسانس إنما بتكملوا ماستر ودكتوراه بس إنه رجعوا وردوا علينا. مرسي لكم كتير أكيد. أهلا وسهلا فيكم موفقين. مرسي. مشاهدينا متابعين نحن وياكم ومش حيلا متابعة يعني من قبرص دغري على البرازيل مع فرادي عبودة ولكن بعد البريك نو زابينج خليكن معنا. عودة لكم مشاهدينا ومتابعين معكم برنامج صباح لبنان. رح ننتقل هلا الى الفقرة الموسيقية وفرادي عبودة الى البرازيل. صباح الخير مشاهدينا، صباح لبنان، صباح الموسيقى. اليوم مثل ما بتعرفوا رحلتنا على البرازيل تنحكي شوي عن الموسيقى البرازيليه. بتتالف من كتير قصص الموسيقى البرازيليه كلكم بتعرفوا اكيد، بس تقولوا برازيل بتقولوا سامبا، بس غير السامبا في كتير قصص رح اقول لكم عنها هلا. رح نبلش باول ستيل ميوزيك ستيل باتوكادا مثل السامبا تقريبا بس عنده جذور اكثر انه افريكان برازيليان ستايل. الباتوكادا هي مين اللي بتنرقص مش بترقص بتهني بيكونوا جروب رجال بدقوا على بسمون باتيريا
فيها يعني درام كيت هيدا مثل الباتري يعني بيكونوا جروب اكثر شيء بيعزوها بيعملوها بالكارنفال ريو بيبرموا على الطرقات وكذا مع الدرامز. الباتوكادا معروف كثير انه بس بتعرف بتقول باتوكادا معروف كثير بسرعه الموسيقى تبعيتهم وسرعه ستابس تبع الايدين والاجرين. هيدا الباتوكادا تبعيتهم هلا اذا بتشوفوها بتحتقولوا انه مثل السامبا بس بتفرق شوي عن السامبا. خلينا نبلش نسمع فرجيكم الباتوكادا وهلا برجع بشوفكم. باتوكادا هيدي كانت باتوكادا مثل ما قلت لكم شبيهه شوي للسامبا بس بلا صفيرات وهيك. اذا شفتوا بسموهم باتيريا انه كثير بدقوا على درامز. هيدي كان اول ستيل ميوزيك برازيليان. رح ننتقل للميوزيك السرتانيجو او السرتانيجا. موسيقى السرتانيجو هلا بلشت اكشلي بالبرازيل سنه 1920 باوائل 1920 هلا كثير 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 ضاربه بالبرازيل. اتس ذا موست بوبولار سونجز هن السرتانيجو بالبرازيل. السرتانيجو معروفين انه بيكون هن اكثر ديوات هاي المعروفة انه بيكون واحد عم بغني الثاني في باك فوكس وراه. هيدا هي موسيقى سرتانيجو. من سنه 2009 صار عندهم كاتيجوري لهم خصصوهم كاتيجوري لهم باللاتين جرامي اووردز انه عملوا لهم حساب انه الالبومات تبع سرتانيجو صار ينزلوا باللاتين جرامي اووردز. خلينا نسمع اغنيه فامو ماشي سرتانيجو برجع بشوفكم. فامو ميشي مايكل تيلو. مايكل تيلو اللي عرفناه بنشتهر اكثر شيء بغريت اسي تشيبيجو. هيدا كان فامو ميشي. هيدا كان ستيل السرتانيجو. رح ننتقل من السرتانيجو للبوسا نوفا. البوسا نوفا هيدا ستيل اللي بلش درج بالبرازيل باواخر الخمسينات باوائل الستينات. البوسا نوفا هو مثل ستيل على الجاز بيجي اكثر كثير كمان معروف بالبرازيل. بوسا نوفا كلمه بوسا نوفا معناتها نيو ترند بالبرتغيز. بوسا يعني انه شيء تشارم. هيدا انه موسيقى كثير كلاسيك كثير شارم مشان هيك بيستعملوا هالكلمه بوسا نوفا. خلينا نسمع اشهر غنيه بوسا نوفا طلعت بالبرازيل ذا جيرل فروم ايبانيما لسيرجيو مانديز. اشهر غنيه بوسا نوفا ذا جيرل فروم ايبانيما لسيرجيو مانديز. هيدي الغنيه عن جد عملوها كذا حدا عملها ريبليز. غنيه كثير معروفه كثير مشهوره بالبرازيل. راح نروح لاخر ستيل معنا اليوم للبرازيل بالبرازيل سامبا. سامبا معروف انه هو سامبول بالبرازيل سامبول للكرنفال كرنفال ريو. سامبا اكشلي الجذورها اجت من افريقيا من انغولا انه اكثر شيء وقت ايام السليفري ما بدنا نسميها انه كثير ثقيله بس انه هيك كانت هيدي اشتهرت فيها. حتى ايفن عندهم بالبرازيل ناشونال داي للسامبا هو لو 2 ديسمبر. حتى في عملوا مدارس يعلموا السامبا يعلموا موسيقى السامبا ويعلموا كيف بيعملوا اورجانيزاسيون للكرنفال. خلينا نشوف اخر غنيه سامبا هلا برجع بشوفكم. هيدي كانت اخر غنيه سامبا. في كثير حتى ستيل سامبا هيدا اكثر شيء متبعه هيدي السامبا. سامبا بسموها هيدي الجافيرا اكثر شيء متبعه بكرنفال ريو. أنا حلقتي خلصت لليوم. عرفناكم على ستيل ميوزيك البرازيل من باتوكادا لسرتانيجو لبوسا نوفا لآخر شيء لسامبا. أنا حلقتي خلصت لليوم. بشوفكم جمعة الجاي الله راد نفس الموعد. تشاو لبنان باي. طبعا بنشكر فريدي دايما على الفقره اللي بقوم فيها لانه فعلا الموسيقى مش بس فينا نقول انه هي لغه عالميه بتجمعنا وبتعرفنا على ثقافات جديده وموسيقى جديده. فثانك يو فريدي واكيد ناطرينك الاسبوع الجاي. اما هلا مشاهدينا فرح نتوقف في لحظات قليله مع بريك عليني. بعد البريك دكتور باسكال رعد رح ينضم الي لنحكي عن موضوع الحياه ما بعد الطلاق. بريك وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا متابعين صباح لبنان. وهلا رح ننتقل الى فقره سانتي واليوم الطبيب والاستشاري النفسي باسكال رعد رح ينضم لنا. هل الطلاق بسبب مشاكل؟ هل في حياه ما بعد الطلاق؟ كل هالتفاصيل رح نحكيها اليوم مع دكتور باسكال رعد. صباح الخير دكتور باسكال. دائما يمكن اوقات لما يقولوا الشخص طلق او امراه او رجل طلقوا يعني كانه الحياه انتهت او خلص الحياه يعني ككبلز او انه ترجع مثلا المراه تظهر مع شخص او الرجال يظهر مع امراه اخرى بصير هيدا كانه عيب او محرم او بعد في تابو حول هيدا الموضوع. فاليوم رح نحكي بالتفاصيل عن إذا في حياة ما بعد الطلاق، هل دائما الطلاق لازم يكون سلبي أو فيه إيجابيات دكتور؟
بدك تختي حسب المجتمع، مجتمعاتنا التقليدية الشرقية الطلاق بعده صدمة كبيرة للمجتمع، والفكرة انه الواحد ما بيبحث كيف بده يكون وضعه من بعدها هالشغلة اللي عم تصير. نعم. يعني بدك تعتبري الهوية تبع الإنسان بتتغير، وفي كتير أشخاص هويتهم هي بالديفينيشن بالتعريف انه أنا متزوجة لهالشخص وعندي هالولاد. نعم. أو الرجل كمان انه أنا رجل متزوج وبيشتغل برجع عبيتي، وقتها يفرط هالسيستم كله الهوية بتضيع. صحيح. في كتير أشخاص ما بيلاقوا حاله من بعدها وكتير بيتعذبوا لسنين لقدام تيرجع يلاقي موقع يعرف عن حاله فيه. صحيح. وقتها تقول له أنت شو، يجي لك مطلق ما بيعرف بيقوله أوقات كيف بدي أقوله بهالعمر عندي ولاد بس ماني مزوج، حتى ما بيتلعثم هو عم يقوله. وهيدي الشغلة كتير بتأثر، وفي أشخاص ما بيعرفوا يتصرفوا معه بطريقة صحيحة. وكمان عنا الفكرة انه دايما في حدا بده يربح من الطلاق وحدا بده يخسر، في حدا اللي هو ظهر حاله والتاني المتروك. صح. ودايما هي هي الفكرة السيئة، والمتروك دايما اوقات بيلعب دور الضحية لفترة وبده يصير ينشغل عليه تيلعب دور الانسان اللي يرجع يبني حياته عن جديد ويشوف الإيجابة بحياته، ما يرجع دايما لحياته السابقة قبل الطلاق اللي هي الفكرة المعتادة انه انت طلقت رجعت سنجل رجعت لحالك بدك ترجع تعيش مثل قبل، لا في حياة تالتة، فكرة تالتة بدها تنبنى. صحيح. وهون المشكلة انه دايما بنشوفها سلبية، وهلأ اذا تسأل كتير اشخاص بيقول لك نعم بدو يطلقوا بيشهقوا او هيك بيكمشوا حالهم انه بدو يطلقوا. صح. ما في ولد في كذا، دونك عندنا هالفكرة براسنا انه سلبية. صح. بعدنا بنسمع دكتور انه معلش لازم تضحي مثلا المرأة لانه عندها اولاد، لانه عيب الطلاق، لانه عيب نوصل لهالمرحلة. دايما بيكونوا الاولاد هن سبب يمكن لتضحية بمحل معين، علما انه البقاء بعلاقة غير سليمة ممكن تأذي الاولاد اكثر من انه يطلقوا. اليوم كيف بنقدر نزيد الثقة بالنفس بعد ما تصير حالة الطلاق؟ طلاق تم والاشخاص مطلقين، في فكرة كتير أساسية بتصير هي إنه الإنسان ببطل واثق بتصرفاته، ببطل واثق بخياراته. أوقات إذا طلع من خدعة كبيرة هيدي كتير بتأثر عليه معنوياً. نعم. وفيها تدخله باكتئاب، وأكيد مع الوقت الثقة بالنفس بتصير بالأرض. وفي عنا كمان الناحية المادية اللي هي بتنضرب خاصة عند النساء، وكل الدراسات فرجت إنه القيمة المادية بتنزل تلت تقريبا وما بيقدروا يرجعوها لفترة كتير طويلة. وفي كتير نساء بيرتدوا عن الطلاق من ناحية المادية بسبب المادي، لأنه في نساء ما بتشتغل يمكن. صح. وإذا اشتغلت معاشها لحالها ما بكفي إلا لحاجات التسلية، ما بتقدر تقوم بحياة اجتماعية فاعلة تتعمل تعيش بكل مقتضيات الحياة الاستهلاكية إذا ما عندها زيجة. لهيك إذا بدك نعتبر انه الثقة بالنفس هي أساسية ترجع الإنسان يبني حاله، وفي عندك كذا عنصر فيها، أهم شيء تقدر تخلي نوع من الحياة الاجتماعية الموجودة. وبتعرفي أنت وقت يصير في طلاق بتخسر كمان الأصحاب المشتركين. صحيح. عائلة الشخص الثاني بتخسرها، وفي خطر كبير جزء من عائلتك تخسره لأنه في أشخاص ما بيكونوا موافقين معك. خاصة إذا أنت بدك تقدم على الطلاق تتروح مع شخص ثاني، بدك تعتبر ما رح يبقى معك الا شخص تاني يمكن. نعم. دونك هيدي المشكله انه اوقات الثقه بالنفس بتهبط، ونظره الاشخاص لك بشغلك كمان بتتغير. صحيح. في عالم هيدي حاله عامه دكتور ولا بس بمنطقتنا نحن بمجتمعنا؟ هيدي حاله عامه وشامله. بس اكيد المجتمعات المنفتحه اكثر المتحرره فيها حر، فيها اسهل يمكن. صح. وفيها دور اساسي يعني بدك تعتبري بيعطوا قيمه للمراه اللي عايشه لحالها وللرجل عايش لحاله، بيعتبروا هالشي صار جزء من التكوين. نعم. صار نص الزيجات بتخلص بطلاق، و70% من الزواج الثاني بيخلص بطلاق. نعم. يعني بدك تعتبري الطلاق صار شوي اكثر من البقاء سوا لفتره طويله جدا. نعم. لهيك متقبلين اكثر وبيشتغلوا عليها بطريقه كثير حثيثه. نحن بنعتبر وجود اصحاب حولك وخاصه اصحاب جداد ما بيعرفوا باستقبل، ما بيعرفوا بالشريك القديم، ما عندهم هالنظرة اللي فيها حكم عليك، كتير أساسية تترجع تبني حياة جديدة وتقلع عن جديد مع أصحاب جديد. نعم. المواعدة يا دكتور أو الديتينج مثل ما بنسميها ما بعد الطلاق، قدي سهل أنه المطلق أنه يرجع يدخل بعلاقة جديدة مع شخص آخر؟ أهمية هون أنه يكون في أصحاب حواليك، أهمية يكون في أهل حواليك، شو أهمية هذا الموضوع كله؟ في كتير عناصر تدخل. أول شيء منلاحظ أنه الرجل بيكب حاله كب على الظهرات من بعد الزيجة، والأخطر أنه في مجال يتزوج بأول سنة بعد الطلاق.
وهي عم نلاحظها وخطره جدا لانه بكون بعد ما بنى حاله عن جديد ما يعني صح وما ما ثبت حاله بموقع جديد انه انا عندي اولاد بعدني وبعدني بي نعم. لا خلص من كل العالم الماضي وخلص من التربيه وعم يرجع ينطلق عن جديد نعم. انه خطر اكثر عند الرجل المراه بنلاقي صعوبه باعاده بناء الثقه نعم. والمراه العلاقه كمان بالعمر اللي هي فيه صحيح. المراه تحت الأربعين تنظر دائما للمواعده عن جديد او الظهرات مع الرجل كانها سبيل لزواج ثاني نعم. دونك بيكون عندها جديه اكثر بعمر اكبر بتصير العمليه اصعب وخاصه وقت تتطلع وتشوف انه كميه رجال اختفت نعم. اللي وقتها كانت صبيه بالعشرين تلاقي كانوا اكثر كانوا كثير اكثر هلا عم تلاحظ انه الكميه صارت ضئيله جدا وهي اصعب لها وكلنا بنعرف انه الديتينج هلا عم يصير كثير اوقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيح. وهيدا الشيء عم بيجر باتجاهات بتزعج مش بس من ناحيه الشعور انه هي سلعه جنسيه عم تنباع مثل ما كنا عم نحكي من شوي برات الهواء انه في نوع من هالصور والتحديد المعين اللي هو بده يجيب سعر معين واللي هي بذيئه بالنسبه للتفكير عند المراه لبل في مشكله انه في كثير اشخاص بيخفوا الحقيقه اوقات بيكون عم بلش يحكي معها بتكون مرته بعدها بالبيت هو منه بفكرة طلاق وعم يعادى انه انا فري وبيطلع بعدين منه فري وهيدا بيخلق صدمة خاصة اذا بقيت فترة عم تبني علاقة وكله هيدا بيأدي انه الواحد مفروض ياخد وقته فيها مفروض ما يعرف الشخص دغري على الولاد نعم يجيبوا دغري ويقول لهم هيدا الصديق في كتير اوقات منلاقي مشكله بالولاد اللي هن من الجنس الرديف يعني مثلا البنت ما بدها بيها يظهر مع حدا والشباب ما بدهن امهم تتزوج عن جديد وهذا بيخلق مشكل بالبيت صحيح. لهيك اذا بدنا يكون في علاقه مع حدا ما بنظهره للعلن الا ما نكون باكلين الموضوع عارفين اصله وفصله ونهايته اذا نحن مش عارفين ما نفوته باللعبه تمن اذى كلنا ونأذي الاولاد الباقيين معنا نعم اليوم دكتور فينا نقول انه المراه عندها المراه المطلقه عندها صوره معينه عند الرجال يمكن صوره ما بترضى هي بالاساس انه تكون فيها لانه مثلا انها امراه مطلقه لكان اسهل اليوم اني واعد امراه مطلقه يعني صحيح كرمال العلاقه الجنسيه بدك تعتبري انه الرجل اوقات كثير بيطلع انه هيدي المرأة عندها أولاد هيدي المرأة عمرها أكبر من العادة وأنا يمكن جاي كمان من علاقة يعني كله فات ببعضه بيعتبر أنه الزواج هو آخر احتمال نعم فرق ما إذا أنت شاب بالعشرين مع صبية بالعشرين احتمال يكون في علاقة جدية كتير أعلى وكل العالم ينظروا لك بهالنظرة صحيح وخاصة إذا المرأة المطلقة عمرها شوي أكبر أو إيه بتكون عم تظهر مع رجال أصغر منها بالعمر نعم. مثل ما قلنا صعب تلاقي يمكن الأكبر بالعمر ما بيواعدوا حدا بعمره دونك هيدا بيؤدي كمان لمشكلة إنه ما بيكون في شعور بعلاقة جدية بهالفترة هلأ نحنا ما فينا نحط إطار واضح للعملية نعم. أهم شيء الإنسان ما يعزل حاله نعم. هيدا تاني خطر خطر تكب حالك بعلاقه جديده مثل خطر تعزل حالك في كثير اشخاص بيحطوا اكس بيقول لك انه انا اذا اجيت وبتعرفي انت اذا الواحد اوقات بيترك حاله للشانس في قطع 20 سنه ما يلتقى بحدا جديد صحيح يعني ما بين شغلك الضيق وما بين مشاويرك الصغيره وما عم تبني ظهرات قويه ما في علاقات اجتماعيه بتصير الفكره تتعرف على حدا جديد كثير صعب وحيد واوقات كثير في عالم بيأسوا منها بعد سنين طويله بيظهر شخص بحياتهم بيكون منقط يعني عنده ذات البروفيل مثلك ذات الشعور متشابهين ممكن يكونوا متشابهين بس بتاخذ كثير وقت نعم. مثل ما قلنا لانه في عندك مشاكل ثانيه بدك تحلها مثل حياتك الماديه اللي هي مش موجوده اذا انت صبيه عايشه مع اهلك نعم دكتور هل التعاطف اليوم مع الشريك اللي طلقناه مهم للولاد يعني انه المراه تبقى على علاقه زي جيده مع زوجها اذا طلقوا والعكس صحيح؟ اكبر غلطه بنعملها هي نصنع من الطليق تبعنا وحش او شيطان نعم ونصير نعمله بهالطريقه، في اشخاص بيروحوا لابعد من هيك بقلبوا الاولاد عليه وكل النهار الحديث عنه وبدوا يعرفوا شو عمل تاني مال الولد وبيشتغلوا على الاساس وحتى بدك تعتبري كمان انه في نظريات بتقول يمكن بعد الطلاق بيصير في انحدار بالنضوج العاطفي يعني العصبي بيصير عدواني والبخيل بيصير نرجسي ومتوحد والقلق بيصير عنده بانيك اتاك عشوائي دونك في تراجع بيصير عند الاشخاص بعد الطلاق للأسوأ للأسوأ بده ينتبه للواحد يعني اذا كان هو في حكي تصادمي قبل ما يطلقوا بعد الطلاق يمكن تفقع العمليه بده ينتبه لهالموضوع بده يكون في كثير كبر كثير نضوج
وضلك الانسان الكبير اللي ما بيحكي عن الثاني. هون دكتور لنوصل للنضوج بعتقد لازم تكون قطعنا مرحله العاطفه او الصدمه او انكسار القلب بمحل معين، يعني مش سهل. القلب ممنوع يقرر. بعد الطلاق بدك تشغل راسك الى ابعد الوسائل. تنشي انت وقتها عم تبني صوره شيطانيه عن هالشريك وتقول ظهر علي وتسمعها لاولادك. حتى بفازات الطلاق بيكون في كل هالتسميع. طب غلط نسمع الاولاد، لازم نتركهم برات عمليه الطلاق. مشكله كثير كبيره. شو عم تفرجي؟ عم تفرجي عن حالك قد ايه انت غشيم تنقيت هيك شخص. اذا هو هالقد انت عامله غلط. دونك الغش ما تبين منك. كثير بحب كيف بتصور بعض الامور. بدك تنتبه لها لانه في كثير الاولاد بيقولوا لي اياها. في اولاد بالتسع سنين بيقول لك اياها. بيقول لك انه عم يحكي عنها هيك ما هو نقاها. كان عايش معها. هي اولا. ثانيا بدك تعتبر انه الولد بعده بيقدر تاني اهل، عنده قيمه له، هيدي امه مثلا او هي بيو. ما فيك انت كل وقت عم تزرع له هالسكاكين وتنزع له صورته اذا بدك التعلقيه بالاهل، الاوديبيان يلي هي اساسيه لنموه، تيجي انت تدمر له اياها على مذبح الطلاق، انه نحن جايين بدنا الطلاق ندمر القصص. تاني شيء بدك تعرف شغله، اوقات في كثير اشخاص من وراء حقدهم لانه ما قدروا بقى يخلوا هالشخص لهم. بيقلبوا للحقد. بس اذا بتحركش فيهم بتقول له انت كنت تحبه لهيدا. كان في كثير قصص حلوه فيه، قل لي اياهم. ما في شيء بتحرك. اخر شيء بيقول لك انه هيدا انسان كان كثير كريم مع كل اعطاله، بس كريم كان كريم بدل يلاقي واحد كان بدل تلاقي في شيء ايجابيه بمحل دونك معين. التعاطف بينوجد معه. بشكل انه تقول انه حياتنا انفصلت وكل واحد عنده طريق وما بدنا ندمر الباقي كرمال مصلحه. اكس هلا اذا ما في اولاد نحلل بيكون اسهل. مين بتاثر اكثر دكتور، الرجل او المراه؟ في شغلتين واضحين. اول شيء الرجل بعد الطلاق بتعلى قيمته الماديه، بيقولوا بصير اغنى. ما بنعرف اذا له علاقه دايركت بالمصروف على المراه. او انه تصرفاته بيكون يعني في دراسات قالت هذا الموضوع. أكيد. بيعلى المدخول تبعه 25%. اوكي. والمراه بتوطى ماديا. قليل كثير المراه اللي بتنتعش ماديا بعد الطلاق الا اذا كان في شيء ثاني بحياتها وكملت حياتها مع حدا افضل. هلا الاكيدين منه من ثاني مرحله انه المراه تتفاعل بطريقه ايجابيه اكثر مع الطلاق مع الوقت من الرجل. الرجل يلي بيفكر حاله انه انا خلصت وانا رجعت فري بيرجع لحياته اللي كانت قبل الطلاق. وهيدي نوعا ما غلطه، لانه انت ما عدت انسان عمرك 20 سنه، انت رجل مطلق بستاتيو معين، بدك تعيش حياتك، بدك تعيش الزعل تبعك. في كثير او نتفاجئ انه بي عم يزعل ويبكي انه هو ما عم يشوف اولاده كثير. هو بيتفاجئ بيقول لك ما كنت معلق فيهم هالقد، شو صار فيي انا بعد الطلاق دمرت. مثل الام طول عمرها معلقه بالولاد. وطبيعيا بكل المجتمع بنلقط الاولاد بنحطهم مع الام، دونك بضل عندها الشعور العائلي، بضل انه عائلتي حافظت عليها. مثل البي بيدمر هالقصص عنده، اوقات في يحقد ويبطل يلعب دور البي. في كثير بيات بدنا ندفشهم بالمحاكم تيقوموا بواجباتهم ونلحقهم بالوصايه ونحكي اصحابهم انه بيتخلوا عن كل شيء بمرحله معينه، ياخذ الولد مش يجيبه لعنده على البيت ويتركه بالبيت مع امه وسته ويفل هو يسهر مثلا. في كثير بيات بيعملوها وهيدي غلطه كبيره. دونك البي بيقولوا مع الوقت هو بيتعب نفسيا اكثر وبيكتشف انه التعويض راح، انه في شيء خسرته اساسي. صحيح. المراه بتتحامل اكثر لانه بتجمع اصحاب حولها اكثر، بتحكي مع معالجين بالموضوع، بتحكي مع رجال دين بالموضوع، بتجرب تلاقي سبورت جروب، بتروح بتحكي مع عالم مرقوا فيها. الرجل ما كثير هالقد عنده لزي يقعد مع واحد طليق قبل يقعد يخبره التفاصيل، بيقول لك هيني انا بطلع فيها لحالي. لهيك الرجل مع الوقت بيتعب اكثر، ولاحظنا انه الصحة بتتعب عند الطليق أكثر من الإنسان المتزوج اللي بيحافظ على صحته أكثر. دكتور يعني خلاصة الموضوع، أهم شيء إذا رح يصير في طلاق تصير بطريقة صحية وسليمة بنضج كمان، ومش غلط منو نهاية إذا العالم صارت منا نهاية ومنو العالم ومنه دمار أكيد للأولاد. فينا نكمل نحن بعد الطلاق ندمر حياتنا وندمر أولادنا، يعني القرار بإيدنا. هيدا الخلاصة، أنه القرار بإيدنا. صح. ونعم في حياة بعد الطلاق منا غلط أبدا. أنا بشكرك دكتور باسكال رعد، وأكيد نرجع نشوفك الأسبوع الجاي. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نتوقف لحظات مع بريك اعلاني، وبعد البريك الكاتب والممثل مالك مروان الرحباني رح ينضم لزميلي شادي، ولكن بعد هالفاصل القصير خليكن معنا. مشاهدينا تابعين صباح لبنان، نحن وياكم برحب فيكم من جديد. بعد شوي مايا نحول بفقره نيوتريشن،
هيلثي ويامي سالد رح تحضرها يلي هي مكونة من سوبر فود، مثل ما دايما مايا بتكون عم بتناصر بالسوبر فود وبالهيلثي فود، فرح نشوف المكونات تبعها. أنا بقلكن بس حضروا الكيل يلي هو نوع جرينز كمان عم بفوت كتير على المطبخ تبعنا هالفترة، ورح يكون فيه مكونات تانية. وبختام الحلقة رح يكون ضيف زميلتي رنا سيد جورج عويد، وهو مسؤول البرنامج بقطاع الاتصال والمعلومات باليونسكو. إنما هلأ رح نحكي كتاب. لما نحكي عن الكتب ولما نحكي عن التأليف دايما منتوقع أنه الشخص يكون مخضرم وكبير بالعمر وكاتب خلاصة العمر، ولكن لا، حتى نحن شباب، نحن يلي منحلم، يلي عنا أشياء بدنا نحققها، يلي عنا أفكار بداخلنا بتشبهنا، يمكن أوقات كل واحد عنده طريقة لحتى يعبر من خلالها. الكتابة فن بحد ذاته، أنه نعرف نجمع هالأحرف، نعرف نجمع هالكلمات ونعمل منها صور. Images هو موضوع الكتاب التالي يلي رح نحكي عنه. On September 5th, I'll be launching my first book at the UNESCO Palace in Beirut, starting 6 p.m. to 8 p.m. The journey has been a beautiful one, filled with sleepless nights and endless laughter. I'd like to share with you that experience and hope that it will bring you the joy it has brought to me. The human mind is a weird one. It's so colorful, yet dark. In this book, I tried to delve in deep into my thoughts and just basically wrote down what I saw. When we look close enough, we see. We must believe in the unbelievable. Hope to see you there. Until then, dream as much as you want, because in the future they might tax you for it. الأمضاء مالك مروان رحباني ضيفي بالستوديو. صباح الخير. مجور، كيفك؟ كيفك؟ كتخر الله صباح. هيدي الدعوة اللي أنت كتبها على سوشيال ميديا، نعم، لحتى نكون كلنا مشاركين معك بسبتمبر 5، نهار التنين، يعني بعد تقريبا أسبوع وكم نهار باليونسكو، لحتى تكون عم تطلق هالكتاب الأول. Images، أول شيء ألف مبروك. مرسي كتير. Thank you. Images: A Personal Evolution of the Mind. مالك أنت ممثل، no، وأنت اليوم كمان كاتب. قديش الأرتيست اللي بيكون عم يشتغل بهيدا الحقل، وخاصة أنت من عائلة فنية ومش حيلا عائلة بلبنان كمان يلي كان إلى بصمة بالفن اللبناني، اليوم قديش أنت هيك بنظرتك للأفلام، بحبك، بخيارك أنت لا تخصصك، واضح هيتشكوك على الشورت يلي لبسها، قدي هذا الشيء كان فيه انعكاس للكتابة تبعك وللإيمجز يلي عم تتخيلها وتنقلها على الورق؟ ما في شك أنا كتير مأثر بالأفلام، ونحن بالعائلة بالبيت يعني ما بنحكي كل يوم إلا بالأفلام وبالفن. بقى أنا وعم بكتب هالأفكار سميت صور لأنه كنت عم شوفهم كصورة، yes، براسي، وانكتبت كل فكرة من وجهة نظر الشخص اللي عم بتصير معه. So إذا بدك كنت عم بعيش كل فكرة، مع أنه نص الأفكار إذا بدك إذا مش ثلاث أرباعهم مش صارين معي، بس صرت شوف حالي بهال situation. مشان هيك والتمثيل ساعدني كتير. ما هذا اللي بدي لك، لما الواحد بيكون ممثل بيكون عنده فرصة، نحن عنا فرصة أنه نقدر نكون بتياب شخص تاني، بروح شخص تاني، بتصرفات إنسان تاني، فينا نعيش كل هالحالات. هيدي فرصة مش كل العالم بتحصل عليها. كيف قدرت تترجم هذا الموضوع بالكتاب؟ يعني لما قررت تكتب وتحول هالكتاب ل يعني يصير مطبوع وأفيلبل لكل العالم، دايما القارئ بنبش على ايدنتيتي معينة، وحتى الكاتب بده ينبش على لينك. صحيح الأفكار متواردة في أشياء منك عايشها أنت، ولكن شايفها قدامك نقلتها. خبرني كيف عملت اللينك لحتى تعمل روحية واحدة بـ Images: A Personal Evolution of the Mind. أنا ما بلشت عم بكتب كتاب، كنت عم بكتب فكرة صغيرة، يعني هيدي أول experience لإلي بكتابة كتاب. أنا معود أكتب مسلسلات وأفلام. بقى كتبت أول مرة الفكرة على الآيفون، على النوتس، كلهم كتب على النوتس الكتاب على الآيفون. بقى مش عم بعمل داعي للآيفون. بقى وبعدين بعثت له الفكره لبي مروان رحباني، قال لي ليش ما بتفكر تكتب؟ كانت اول فكره شوي سوداء اذا بدنا نقول. قال لي نوع بعض بالافكار، كتب غير شيء انت اللي بدك اياه.
بعد 5 أشهر طلع الكتاب. يعني صرت شو ما يجيني فكرة على راسي منهم شوي أنا مستوحى من الأفلام، منهم من إشي صايرة معي وإشي مش صايرة معي، وبيور ثوتس يعني. صح، يعني إذا منبرم هيك بأول شيء الكتاب روعة، السيت أب تبعه رح حاول نفرجيه على الكاميرا بوضوح، عن جد أميزنج الكوفر تبعه. إذا بدأ انطلق من الكوفر تبعه يلي أول شيء بيحمل الخط تبعك، شو هالخط الحلو بس amazing idea، كنا عم نحكي تحت الهواء amazing idea انه يكون انت الهاند سكريبت تبعك يلي واضحه، بنفس الوقت الاحرف النافره كمان بايمجز بيوتيفل سيت اب. حتى من جوا اذا منبرم بقلب الكتاب السيت اب تبعه منه تقليدي، السيت اب تبعه كثير بيشبهك بمطرح من المطارح، يعني حتى السكتشز يلي موجودين بداخله it's beautiful يعني amazing layout. so خبرني شوي عن السكتشز اول شيء قبل ما احكي عن الكتاب. سكتشز لمين؟ اكيد السكتشز لبيير عبود، بحب وجه له تحيه كثير كبيره لانه يعني الصور لحالها، اذا بدي انا بحكي صور كالكلمات اذا بدك الافكار yes. هدوليك بسميهم الدروينجز سكتشز، بقى كثير ساعدوني وكثير ساعدوا الكتاب، لانه اللي عم بيقرا الكتاب انا كاتب الكتاب بطريقه بازل شوي وكاتب محلات بولد تا الانسان يفهم اكثر، يعني انا بكون عم بعمل ستريس على هالكلمه. بقى ايه ما في شك انه الصور الرسومات كانت مستوحاه من النصوص اللي انت كتبها، يعني كيف اشتغلتوا من هالناحيه على هالموضوع؟ صح، انا صرت احكي لبيير قل له مثلا انا شو رايك بهالفكره، ترسم لي هالفكره لهالقصه، هو يعطينا رايه، كان تعاون بعقد يس. والكفر لماجد مخيل هو اللي اعطينا الفكره يعني لاي اوت بجنن على كل حال. اذا بحكي شوي عن الاميزنج اميزنج، اذا بحكي شوي عن الكونتينو مالك يعني في كثير هيك دايفرسيتي خليني اقول بكل الاشياء بكل العناوين يلي عم نقريها. أداء الإنسان يلي وقتها يحب ينوجع يفكر قادر أنه يترجم، يعني أنت هون إذا بدنا نحكي عن الستيل يلي كتبت فيه obviously it's free وشي كتير بيشبهك، بس خبرني شوي عن اللانجوج يلي مستعملها بهالكتاب. أنا جربت استعمل يعني بكل قصة basic language easy English والhard English، صرت فوت يعني استعمل جيب كلمات اذا بدك من الدكشنري شوي صعبه تخلي القارئ شوي ضايع بشو عم بحكي، وعملتها كلها بطريقه كبازل تهو بالاخر يفهم عن شو عم بحكي، يعني ايام بترك الفكره تتوضح لاخر شيء. مثلا عندك اذا بدنا نحكي شوي عن مثلا شو قلي ذا هورر مثلا هون yes. كلها هي قصه واحد عسكري إذا بدك هيدي صفحة 112 وقاعد بالترنشز، بتعرف أيام الحرب مثلا الحرب العالمية الأولى كانوا يوقفوا وينطروا يس، وعم بيخبر هو قدي خايف لأنه ما بيعرف شو الحرب، وشاب صغير واقف خايف حاطط كل ثقته بالرشاش تبعه بالرايفل تبعه وعم بيحكي خايف، ووقتها طلع لفوق وتوصل شاف the horror of man، شاف انه هالديفستيشن اللي صارت من وراء الحرب، كل الناس اللي عم تموت على شو؟ يعني هالدمار كله. نعم. بتعرف عم تحكي ومظبوط images لانه انت عم تشوف البرسبكتيف بصوره بعين الممثل بعين ال الشخص اللي عم تصير معه خليني اقول تبع الفيلم. اليوم بالعناوين قديك ما كان عندك خوف او تردد او ما بعرف مين استشرت، يمكن الوالد او مين حواليك بالمواضيع اللي انت ما عندك اكسبيرينس فيها؟ مثلا حكيت عن الابوه، حكيت عن parenthood، هيدي اشياء انت بعد ما اختبرتها فعليا لتقدر تحكي فيها، ما كان في خوف بانك تحكي عن هودي المواضيع يلي انت مش عايشهم بعد؟ ليك تقول لك صراحه لا، انه صرت انا شوف حالي كبي، فهمت كيف؟ انا اكيد ماني بي، وحتى في مثلا واحدة كتبها بيبي عم بيحكي on his first tiny steps yes. انه عم بيحكي مع اهله بطريقه شوي غريبه، انه يعني عم بيقول لهم انه ما بدي اقوم اتركوني قاعد
ما بكره وقت اخذت يلي رح ارجع اقعد عم بيرجع لورا بالوقت. عم يعمل اتس ريفرسبل صح. لا يعني اكيد استشرت بي واخواتي انه شو رايكم بهيدي بعده قصص. اي موضوع هيك كتبته عنده طابع خاص عندك، يعني عنده سبيشال ميموري، عنده توقيت خاص بالنسبه لك. في اثنين كتبتهم انا، هن كتبتهم بال 2009 كنت بعدني بالمدرسه. واحده منهم اسمها Heaven Just Got Musical. يس. هي عن جدي منصور رحباني. والثانيه The Dot. كنا بالصف اخر ساعه بساعه الانجليزي. نعم. بقى سالتنا المعلمه مس جلوريا نجم بجلها تحيه، قالت لنا اكتبوا لي فكره عن نقطه على ورقه سوداء. شو بتشوفوها انتم؟ شو فيكم تعبروا عنها؟ كان كثير يعني شيء صعب بتقول لك صراحه، وانا كنت ضايع. بقى بتذكر كتبت بخمس دقائق الفكره كلها وكثير حبتها هي. انا عم بحاول اوصل لذا دوت بس توقفتني قبل هافن جاست جوت ميوزيكال. رح اقرا بارتي منها وهيك بنكون عم نوجه تحيه لجدك الراحل منصور رحباني يلي كل لبنان وكل العالم تفتخر فيه. هافن جاست جوت ميوزيكال جون Not forgotten. Your notes will dance in heaven. Your poetry will soar through the skies. It's true that your body has died, but your soul and thoughts will be treasured in our hearts for all eternity. You carried your coffin and went onto the other side. Mansour Rahbani, my grandfather, say hi to Asi. I promise you this. Your notes and words will continue to flow and the pages will go on turning. Mansour, I love you because of your love for me. I'm a better person. I thank God for letting me be a member of your beautiful, talented family. May the heavens welcome you as you have welcomed us into your world. It's time for you to grab your baton and invade heaven with your immortal mind and everlasting notes. Wow. هذا كتبته ب 13/1/2009. Same date. اليوم قديش لما يكون في هيك ديت، لما يكون في حدث معين، بعرف قد هذا موضوع حساس عندك ما بدي كثير اتاخر عليه لما اكون عم ضايقك، بس قد ايه الواحد لما يكون في حدث، لما يكون في قدامه شيء كونكريت قادر ياخذ منه ويكتب بيكون صادق اكثر. اذا بدك هو هيدا النهار يعني كان كثير صعب علي، وبهالفتره اللي مرقنا فيها كثير انبسطت يعني بكل فخر انه كنت أعرفه لجد منيح وكنت واعي يعني وكنا نحكي كتير سوا. بقى كانت إذا بدك إجت الفكرة هيك، هيدي بتذكر بلشت فيها بالتايتل أول شيء إجت Heaven Just Got Musical على راسي، و يعني مشيت الأفكار ومشيت الأفكار بالست اب يلي حاطط فيه لاي اوت، خليني اقول اكثر اللي مكتوب فيه. في اشياء بولد بنشوفها بالكتابه، مثلا هون ذا بلاك ستاليون مثل ما عم نلاحظ في اشياء بولد. شو الهدف من انه يكون في اشياء مكتوبه بولد اكثر يعني نافره؟ البولد هي تتعطي اذا بدك امفسس على كل كلمه. يعني هيدي الكلمه مهمه تنتبه اللي عم بيقرا انه هيدي بدها تفسر له القصه اكثر من اذا بدك هدوليك الكلمات. اوكي. يعني هيدي الكي وورد بهالسنتنس بهالفكره. وهون بذا بلاك ستالين يعني ايتش كي يلي هي محطوطه ان بولد اوبنز ديفرنت ستوري. اي ام ذا مايسترو هو رايتس هيز كونشيرتو. هون عم بحكي عن البيانيست والبيانو تبعه. واو. بلاك ستالين سميتها. هل الايمجز كلها يلي اخذتها، خبرني شوي مالك اذا بدنا يعني اليوم انت هذا اول اصدار لك، يعني الشخص اللي بده يشتري هذا الكتاب شو بده يكون ناطره؟ يعني شو بده يقرا بقلبه؟ هي اذا بدك الكتاب كله مراحل بيمر فيها الانسان من وقت ما يخلق ليموت، وبعدين يعني في عندك احلام، في عندك الانسان وقت يسخن مثلا يصير كبير بالعمر يمرق بالالزهايمر، نعرف قد بتكون فتره صعبه. عندك الحب مثلا اول ما بيظهروا الرجال والمراه سوا، عندك مثلا انسان مجرم عم بخبر انه هو عنده عقده نفسيه عم بيعمل هالاجرام، في عندك مثلا فكره مثلا واحد ممثل ربح الاوسكار لاول مره،
هيدي فكرة حلوة. هذا ليوناردو دي كابريو. فيك هلا انا كتبت اذا انا بشوف حالي ربحت الاوسكار يعني ما فيني اقول لك كيف بتكون لانه بعد ما ربحتها. بس انه عدة افكار عندك مثلا مره عم تطبخ اسمها The Lady in the Kitchen. وعم بتخبر هي عن كيف اذا بدك هي وعم تجلي صحون وشو كيف بيعملوا موسيقى. كانه اوركسترا. وعندك مثلا قد ايه هالايمجز يلي عم تحكي عنهم مالك يو ود ترانسليت ذم بشورتس او ما بعرف فكرت كثير عم شوف يعني انت عم تحكي هلا اي كان سي ات كليرلي يعني فكرت فيه ولا بتعرف فكره لانه كل يعني فكره بتنعمل مثلا 5-10 minutes حتى فيك تزيد اكيد ومش غلط ينعمل يعني في افكار بتحمل انها تتطور وانها تاخذ مجال اكثر في افكار حلوة وبتلمع بمساحتها الصغيرة فمش غلط. في next step من بعد هذا الكتاب هلا بعد بكير خلنا نمضي بخمسة شهر ولكن أنا دائما أفكر لبعدين يعني إن شاء الله هلا عم برجع أكتب أفلام. أوكي. هلا كتاب هيدا ما في شيء تاني على راسي بس إنه ما بتعرف يعني كل يوم بيجيك فكرة جديدة ما بتعرف شو وتمثيل بيصير. في شيء جديد. إن شاء الله في شيء قريبا نحن عاملين أنا ومنصور رحباني خيي منصور مروان رحباني وطارق رحباني خيي مسلسل اسمه شريعة الغاب ان شاء الله لازم ينزل قريبا لازم ينزل لانه كلنا وير سو اكسايتد كنت بحكي مع آلين كمان من فتره حضرت الانترفيو قلت لها وين صار هالمسلسل يعني بتعرف انا كنت الكاتب مع آلين ومنصور وممثل يعني انا من المنتج ما فينا انا كلنا بنعرف شو الظروف ولكن ان شاء الله بيطلع المسلسل هو لانه عارف قد عاملين شيء كثير حلو وي كانت ويت تو سي ات فخورين وموفق بكل شيء هون جدد برجع دعوه لكل الاشخاص باليونسكو بخمسة شهر من الساعه 6 المساء ل 8 المساء انه نلاقي مالك مروان رحباني وحتى نحتفل معه ومع راعي الحفل الوزير الياس بو صعب كمان لحتى نكون عم ننبسط بإيمجز A Personal Evolution of the Mind لأنه It's Worth It صدقوني هلأ فلفشت شوي أنا بعد ما قريت كل الكتاب بس It's Worth It موفق بكل خطوة وThank you لأنه كنت ضيفنا اليوم مالك رحباني مرسي لألك ولتري لي بون عن جد Thank you أهلا وسهلا مالك يا هلا مشاهدينا بريك صغير بيفصلنا عن متابعة فقرة نيوتريشن مع مايا نحول إيت هيلثي إيت سامي حضروا حالكم على سوبر هيلثي سالد سوبر فود بريك صغير وصباح لبنان بيتابع نو زابينج خليكم معنا عودة لكم مشاهدينا هلأ رح ننتقل إلى فقرة نيوتريشن ومايا نحول صباح الخير مايا بونجور غنا كيفيك؟ كثير منيحة أنت كيف؟ ماشي الحال اليوم رح نحضر سلاد بالكيل الكيل اللي اليوم عن جد كسر كل العالم فود. سوبر فود وكل العالم عم تاكل كيل هلأ وبتسمع في تفري كمان في ترندز بالأكل صح. فاليوم الباز هي كيل بس شايفة كمان أنك جايبة برغل بدل الكينوا صح تخبرينا هلا كل الاسباب يلا شو نحن ليش نحن بحاجة نحن مثل ما قلت أكيد بدنا كيل للسلاد بدنا بصل مقطع هيك مثل جوانح بدنا عنب نعم وبرغل هيدا الباز أوكي. للسوس انا شوي كمان قطعت مثل بصل هيك مكعبات حطيتهم مع حامض وراح نزيد عليهم بهار وزيت زيتون وخل التفاح نعم هلا رح بلش اقطع الكيل رح نقطع الكيل ورح تخبرينا عن جد عن منافعه وكمان قلتي لي انه هو كخضره بضاين يعني فينا نجيب كميه ونتركها بالبراد ونستعملها الساعه اللي بعدها مزبوط بداين ومش بس هيك حتى فينا نحن نشوي بالفرن وساعتها نعمل كيل تشيبس منه يعني منحطه على الصينية بالفرن فينا نرشه بشوية زيت زيتون مثلا وبصير في عنا التشيبس اللي هو كتير كمان مش بس انه الكيل درج كمان التشيبس عكل درج كمان بس ما هو مصدره وين الاساسي يعني نحن بلبنان منلاقي ناس بتزرع كيل بلبنان ما كتير لا وهو يعني بالعربي له اسم بسموه كيل يعني كمان اذا بتفوتي على السوبر ماركت بتقولي بدي كيل كله بيعرف صح. لانه هو اشتهر بهذا الاسم مزبوط. مع كل حال هلا ليش عم نحكي عنه حتى انه بيستعمل بالحلو يعني تيعطي فيتامينز هلا المنافع تبعه هو لانه غني بالفيتامين ا بنحكي دائما عن منافع للعيون يعني بيساعد على الحمايه من الكاتاراكت اللي هو المي الزرقاء بالعين فهيدي واحده من
اشياء كثير يمكن عالم بتنبش على هيك منفعه يعني. هي اول شغله. ثاني شغله المنيح بقلبه انه نسبه الفيتامينز عاليه كثير، خاصه الفيتامين بي. كل عائله الفيتامين بي اللي هي كثير مهمه للميتابوليزم تبع الجسم تبعنا، لحتى نحن نكون عم نقدر نهضم اكثر كل الدهون، كل الالياف، كل البروتينات وكمان النشويات. ما يا عم لاحظ انك عم تتركي الكعب اوقات لانه شوي قاسيه. مزبوط. هلا مثلا لو عم نعمل سوب نحن او عم بطحنهم بالسموزي كنت خليتهم، بس هلا لانه ما عم بتقطع على النار هالسلاد عم شيلهم. بس انا اللي بحب هيك اغمش الزياده فينا نخليهم. هلا انا ما راح اطبق لانه ما بقى بتسع هاي التشيله، لكن قلتي لي فوائده كثير مهمه للعيون خاصه لمحاربه المي الزرقاء. صح. مزبوط. شو كمان الكيل بيفيد؟ الكيل كمان غير الفيتامينات فيه نسبة عالية من الفايبرز. وقتا نحكي عن فايبرز نحكي عن كوليسترول واطي بالجسم، نحكي عن السكر معتدل. يعني ما عم بحس حالي عم زاد طقس. السكر معتدل. يعني ما عم بيعلى نسبة السكر بالدم عنا كتير. غير الكيل عم نستعمل معه العنب يلي هو كمان بشوي بيكمل فوائد الكيل. العنب خاصة الأحمر وقصد، يعني أنا جبت أحمر لأنه فيه منفعة أكتر. بالدراسات اللي انعملت على أنواع الفواكه كلها يلي فيها أنتي أوكسيدان، أكتر اثنين إذا بدك بدعوا هن العنب الأحمر والبلوبري. نسبة الأنتي أوكسيدان بقلبهم كتير عالية، مشان هيك دايما نحكي عنهم للحماية وللوقاية من الكانسير. خاصة العنب منيح لكانسير الثدي. يعني لسرطان الثدي، مثله مثل الحامض اللي حكينا عنه الثلاثة. صح. العنب غير هيك كثير مهم. أنا الأشخاص اللي بيعانوا من ميجران، الميجران اللي هو الصداع النصفي، كيف بيفيدنا؟ وقتا نعمله على شكل عصير، بس مش هيك، بدنا ننطر حتى كثير تستوي الحبة. يعني بس تحسيها إنه خلص كثير استوت، يعني بلشت هيك طرية صارت. بهالحالة بنعصر، وإذا بيتخذ منه دائما بيساعد على إنه يخفف حدية الميجران. غير هيدا الشغلة العنب كمان مهم للغوايا، يعني بيرطب الغوايا. فهون بنحكي عن ريسك إنه بيقل الريسك على إنه نحن نعمل مثل أزم كتير قوي أو حد. لكن حطينا البصل، زدنا البصل. مزبوط. على السلاح بصله صغيره حطينا فيها، يعني هيك قصيناها جوانح. البصل كمان دائما بنحكي عن الافاده تبعه، قديش مهم كرمال الدم، يعني قد ايه بنقي الدم. مش بس كرمال الدم، كمان بنحكي عن لانه غني بالفيتامينات منيح كرمال الستريس تبع الجسم، يعني مثل بشيل كل شيء فيروسات، بشيل كل شيء امراض. يعني فلو، كل هدول كثير مهمين. هلا على هول راح انا اعمل الصوص وحطها حتى تتشرب شوي، برجع بزيد البلغل. مثل ما قلت عندي نص بصله انا عملتها مفرومه، يعني مع حامضه عصرتها، وراح احط زيت زيتون. اوكي. فينا نحط خل اذا اللي بحب. ايه اكيد. انا هلا كمان راح احط رح خل. راح تخلط الاثنين سوا. فينا اذا بدنا نشيل الخل، بس انا بفضل ما نلغي زيت الزيتون. لانه زيت الزيتون مع المكونات كلها راح يزيد لنا نسبه قد ايه نحن عم نعمل امتصاص للفيتامينات بقلبنا الخضره. هلا عم بحط شويه بهار اسود. مزبوط. وبس هيك بنخلطهم. انا ما راح احط ملح لانه ملحت البيغل. اوكي. فماني بحاجه. البيغل انا سلقته قبل بوقت كرمال يبرد، وحطيت معه مرقه. اوكي. مرقه الخضره هيك حتى بس نكهه الزياده، لانه هو ما كثير له نكهه. اوكي. يعني. طيب هلا اللي بدي اعرفه انه ليه اخترت البرغل وما اخترت الكينوا، علما انه الكينوا اليوم كمان كثير بينحكى فيه. صح. كثير عم يستعمل، ترند كمان مثل ما قلنا. ترند. هلا كثير بينحكى فيه. مزبوط. بس اوقات غنى بدنا نكون يمكن اشخاص ما فيهم يشتغل كينوا، يمكن لانه سعره غالي. وهيدا الشغله انه مش غلط، ما فيها شيء. ليه؟ لانه البيغل عم بيعطينا منافع بعد اكثر من الكينوا. صح. نعم. يعني مثل ما قلت هيدا ترند طلعت، فبننسى نحن الاشياء اللي عندنا اياها كل يوم يمكن كنا ناكلها. صح. البيغل اهم شيء انه اقل بالكالوريز من الكينوا ومن الغز. حلو. يعني تقريبا بكل كبايه غز او كينوا في عندنا 200 بين 220 ل 300 كالوري. إذا كينوا أو غير. اللي مفكروا دايت ما يفكروا أبدا دايت. إيه بياكلوا قد ما بدهم كينوا، ما تفكروا أبدا مثل الرز تلاقي شيء ثاني. صح. يعني فيه بروتين شوي زيادة. صح. بس مثله منصح، يعني منصح كل شيء. صح. البيغل فيها 150 بالكبة، يعني تقريبا أقل. يعني أقل.
وفيها دوب الالياف، يعني بالكينوا في عنا او بالغز، نحكي عن الغز في عنا 4 غرام، بالكينوا بالبيغول بالكبايه في عنا 8 غرامات، اللي هو تقريبا ثلث قد ايه بده الشخص ياخذ بالنهار، اللي هي نسبه كثير عاليه. غير الالياف بنلاقي في عنا الاسيد فوليك، الفوليت يعني حمض الاسيد فوليك كمان كثير عالي بالبيغول، فيه تقريبا 30 ميكروغرام، يلي هو نسبة عالية تقريبا 3 مرات أكثر من الغز. والكالوريز واطيين، فهيدي الشغلة كمان أحسن يعني مفيدة أكثر. مزبوط. وكمان إنه فيه بروتين، فيعني نحن عم ناخذ كل شيء هون. وهون فينا قد ما بدنا نحط كمية برغل بالسلطة، يعني فينا يا نخلي البرغل يطغي على الكيل أو نخلي الكيل يطغي على الكيلو. هلا إذا نحن بدنا نخفف من حب 100%، إذا بدنا نخفف كالوريز شوي يمكن أو إنه نشويات بنقلل. هلا أنا هون مثلا سلقت كبايتين، يعني بيعطوني بعد السلق 4 كبايات. يعني أنا عم باخذ معدل كل شخص عم بيطلع له كباية، اللي هي نسبة منيحة ومحرزة. يعني خلطت أنا الصوص البصل حطينا يعني رح مع الكيل، عم بزيد سوري البرغل حتى نخلط شوي شوي تنشوف قد ايه بتحمل. اوكي، لانه ما قصينا كل الكيل. وبعدين شفتي كيف صار عم بلمع؟ مزبوط، هيك تشغب الصوص يعني. صح، والبصل حلو يعني مزبوط، ريحته قويه، بس هذا البصل الحلو يلي ما بيضايق. وهلا بس نضيف على كل حال العنب كمان، بعد بتصير طعمه السلاد اطيب. فينا نحط عنب مجفف كمان، مش غلط. ايه اكيد اكيد، فينا حتى كمان بالاخر اذا بدنا نزيد نسبه دهون غير مشبعه منيحه فينا نحط لوز او جوز، الجوز كمان، او حتى بقى السنوبر بنحمصهم شوي وبنحطهم قد ما بدنا. هون بنحط بس هيك، حط انا زبيب فينا نحط كمان؟ ايه طيب، كل هالامور مزبوط. طيب كمان اصلا هو بالنهايه العنب هو زبيب. صح، يعني بس مع مي. العنب كمان في الشغله ما حكينا عنها، انه كثير مهم للكلاوي، للاشخاص اللي كمان عندهم اسيد اوريك. نعم، اللي هو بيعانوا منه بسموها بلبنان ملوحات. نعم، هو مش ملح، هو اسيد اوريك بيكون، وفقر الدم كمان كثير فيه حديد. صح، فبيساعد على انه ينظف ويشيل الاسيد من الكلاوي كرمال يقوي اذا بدك، او يخفف نسبه الاسيد اوريك قد ايه عالي عندنا. قد ايه بتشهي؟ كثير بتشهي مايا، ثانك يو. صحيه وبتشهي والوانها حلوه كمان، وصار فينا نستعمل لكن برغل حج نركض على اسماء اوقات واشياء هيك بتبهر بس ما بتكون بتفيد. فالبرغل بعتقد افضل، اليوم رح اعملها برغل نو كينو اني مور. ثانك يو مايا، ونشوفك الاسبوع الجاي. شكرا لك، اهلا. مشاهدينا عم نتوقف لحظات مع بريك اعلاني، وبعد البريك الاستاذ جورج عويد رح ينضم الي باخر لقاء حواري لليوم، خليكن معنا. تابعين معكم مشاهدينا، وصلنا الى اخر لقاء حواري بحلقتنا لليوم، ورح نحكي اكثر عن دور الشباب ويوم الشباب العالمي. ما في شك انه للشباب دور اساسي بحياه المجتمعات وتوجهاتها، والمجتمع اللي بيفقد شبابه هو مجتمع حكما ميت، وتعتبر سياسات الشباب وبناء قدرات الشباب من ضمن سياسات الحكومات والدول، ومن هيك تم تحديد يوم عالمي للشباب ب 12 اب من كل سنه، وسنه كمان رح نحكي عن يوم الشباب العالمي مع دكتور مع الاستاذ جورج عواد مسؤول برامج بقطاع الاتصال والمعلومات باليونسكو. اهلا وسهلا فيك. شكرا. صباح الخير. صباح النور عليك المشاهدين. مثل ما ذكرت، يعني دور الشباب دور اساسي اليوم بكل المجتمعات وحول العالم، ومن هيك اليوم خصص نهار للشباب، لدور الشباب، خبرنا اكثر عن هذا النهار بالتحديد. صحيح، يعني اليوم مثل ما تفضلتي وبلشتي بالمقدمه، ما فينا نحكي عن بلد او مجتمع بدون ما نكون عم نحكي عن شباب. صحيح، خاصه اذا ما نحكي بالمنطقه العربيه ولا سيما لبنان، اكيد عم نحكي عن شباب، عم نحكي عن نسبة عالية من الشباب. نحن على بمنظومة الأمم المتحدة بنحكي عن الشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 29. نعم. فئة اللي هي طبعا عم نحكي عن
ديناميكيه فاعله بالمجتمع، في عندها طاقات عظيمه اللي مع الاسف مش على طول عم نشوفها مترجمه لاسباب كثيره. بالاطار العالمي صار في اليوم العالمي اللي هو 12 اب لحتى ناكد اكثر مثل بالمواضيع الثانيه اللي بتهتم فيها منظمه الامم المتحده على دور الشباب وتعاطيهم ودورهم الفعال بمجتمعاتهم. نعم، السنه كان موضوع اليوم العالمي للشباب الطريق نحو 2030، القضاء على الفقر وتحقيق الانتاج والاستهلاك المستدامين. طبعا هيدا كان نهار انعمل كرمال نوصل لمساهمه ويكون في اجنده للعام 2030 للتنميه المستدامه. خبرنا اكثر عن هيدا العنوان العريض، خبرنا أكثر عن هذا النهار اللي تنظم. صحيح، يعني نحن بمرحلة انتقالية اليوم، كان في عنا عم نحكي 2000 لل 2015 بالأهداف الألفية كانت، واليوم عم نحكي ما بعد 2015 لل 2030، ومشان هيك العنوان السنة نحو ال 2030 للأهداف التنمية المستدامة. لحتى نكون عم نحكي في عنا 17 هدف هيدول بمشاركة شباب ومنظمات شبابية حول العالم ومنظمات الأمم المتحدة وكافة المنظمات اللي تعنى بالأمور التنموية بشكل عام، تنمية بنحكي من ثقافة واقتصاد وغيرها. نعم، توصلوا ل 17 هدف، وهول الأهداف اللي هلا عم ينشغل عليهم بمرحلة 2015 لل 2030 وتحقيق هالأهداف اللي طبعا تتمحور حول مثل ما قلت من بيئة لصحة لتربية لفقر أكيدة وغيرها من الأمور. يعني هول أهداف التنمية المستدامة اللي دايما ببرنامج صباح لبنان عم نخصص لهم وقت لنحكي عنهم، عم نستضيف ضيوف أعزاء كمان لنحكي بهذا الموضوع لأهميته الكبيرة عن كل هدف من هالأهداف، لأنه فعلا اليوم نحن مؤمنين بدور الشباب ومؤمنين بالتنمية ومؤمنين بهذا التطور بهذا الاتجاه. هناك مشاريع كثيرة، تدريبات كثيرة في عم بيتم التركيز عليها، في مشاريع نفذت، في مشاريع بيطور التنفيذ والعمل عليها. خبرنا أكثر شوي عن هالمشاريع، عن ثقافة الوسائط الإعلامية والمعلوماتية لنبدأ بالبداية. أي يعني إذا فيني ولو دوز بشكل سريع قبل ثقافة الوسائط الإعلامية مع كل أهميتها، هي لأهمية دور الشباب ببرامج منظمة اليونسكو. قامت اليونسكو بطرح استراتيجية اللي هي 2014-2021 للشباب، استراتيجية للشباب وكيفية دمج الشباب اللي بتتمحور ثلاث نقاط أساسية، اللي هي مساعدة الشباب برسم سياسات شبابية بالبلدان الموجودين فيها، والانتقال كمان للمرحلة البلوغ، وثالثا هي بناء قدراتهم بكافة الأمور الحياتية اللي بحاجة لها. بهالإطار هيدا في برامج كتير وتدريبات كتير وبناء قدرات صارت، إضافة مثل ما قلت للعنوان الأساسي اللي هو السياسات اللي تحتها طبعا بيندرج كل شيء. بموضوع التدريبات، التربية الإعلامية والمعلوماتية كان لها حيز كبير، لأنه نحن بنعرف قديش أهميتها مع الشباب. إذا كمان ما نحكي عن الوطن العربي ونحكي عن لبنان تحديدا بظل اللي عم يصير حوالينا، من خطاب كراهية، من انترنت ودورة شو عم تأثر على الشباب، من كل هالأمور هيدا، كان لابد كمان نكون عم ندور على موضوع التربية الإعلامية والمعلوماتية اللي هي تتمحور حول يمكن هيك نقطتين. صحيح، النقطة الأساسية هو تنمية الحس النقدي عند الشباب، إنه نحن هالرسالة الإعلامية اللي عم نشوفها نقدر بس هيك نحللها نفكر فيها شوي قبل ما تلقائيا ننجرف وراها، وثانيا كمان نكون عم نساعد الشباب على بناء قدرتهم بإنتاج المادة الإعلامية. صحيح، واليوم معروف ومنشوف كيف هالثورات العربية اللي صارت كيف انطلقت بأوقات كثير من وسائل الإعلام والإنترنت بالتحديد، ففعلا اليوم هيدا له دور كثير كبير وهو عنده تأثير كثير كبير كمان، ومهم إنه الشباب يوعوا لهيدا الموضوع ويعرفوا يحللوا المعلومة، لأن اليوم المعلومة عم تجي من عدة نقاط والمعلومة مش دائما عم بتكون صحيحة أو موثوقة، فهون يمكن أهمية تدريب الشباب حول هيدا الموضوع بالتحديد. أكيد أكيد، وبهالإطار كمان حتى يعني ذكرت موضوع الإنترنت، كمان إحنا كان عندنا وما زال
عمل مع الشباب بموضوع الحماية على الانترنت كمان الحرية على الانترنت. اشتغلنا كتير مع شباب بلبنان وعلى صعيد الوطن العربي صحفيين كانوا عم يشاركوا بدورات على شبكة الانترنت أونلاين عن عن حماية عن حريتهم عن سلامتهم وكيفية تطبيق هالشيء هيدا. عم نشوف صور كمان يمكن وهيدا عمل صارت هيدا هيدول بعض الورش العمل اللي كان كمان الشباب كان لهم دور كبير ب العمل على سياسة شبابية هون كمان يعني كمان من النقاط الثانية اللي كمان اشتغلنا عليها موضوع السياسة الشبابية هو اللي صاروا بخمسة آب 2016 بالتعاون مع مجموعة عمل الأمم المتحدة الخاصة بالشباب. صحيح هيدول اللي صاروا بخمسة آب اللي كنا نحن عملنا بديل يوم عالمي عملنا أسبوع أطلقنا فيه كنا في عنا أكثر من نشاط اللي كنا عم نحكي عن أهداف التنمية المستدامة. كنا بذات الوقت عم نشارك الجمعيات الشبابية والشباب بأفكارهم بوين عندهم تطلعات كيف فينا يعني النهاية لأنه شوي مرحلة 2015-2030 انعملت أو تعلمنا من تجارب السابقة المشاركة كان كتير أساسية ومن هون كان دور مش بس عم نجي نقول لهم في عنا هالأهداف بدنا نحققها لا عم نجي نقول نحن الأولويات وين على صعيد كل بلد عم نشتغل فيه بالإضافة لحتى مناطق يعني اليوم كمان نحن من خلال هيدا المشروع صار ومن خلال مشروع شبكة شباب البحر المتوسط اللي عم ينفذ بتسع بلدان بما فيهم لبنان كمان عم نشتغل مع شباب بكل المناطق لحتى نشوف نحن هالجمعيات الشبابية شو الأولويات كيف ممكن هالأهداف تترجم على حاجات على الصعيد المحلي لهن بدورهم يترجموها لمشاريع محلية ونقدر نكون نحن عم نساعدهم فيها كمان بشكل لكن أفضل. بالورش التدريبية كان في تركيز شوي على كيفية التعامل مع الانترنت كيفية تنزيل التطبيقات كمان على الهواتف النقالة تيكون الواحد دايما ردي أو جاهز لكل شيء ممكن يعني بيصير حواليه. أيضا كان في مشاركة للشباب باليوم العالمي لحرية الصحافة صحيح؟ صحيح الموضوع التطبيقات على الهواتف الذكية كان برنامج هذا أطلقته اليوث موبايل اليونسكو على الصعيد العالمي ونحن بلشنا يمكن من أوائل الدول بلبنان كنا بلشنا نطبقه اللي هي العمل مع الشباب على الشباب اللي مع ضمن المدارس ضمن أساتذة المدارس إضافة للشباب بالمجتمعات المحلية ونحن كمان عندنا مراكز مجتمعية عملناها للشباب بمختلف المناطق اللي كنا عم ندربهم على كيفية تطوير التطبيقات لأنه هيدي كمان بتندرج من وقت عم نحكي عن الشباب وسوق العمل كي والمشاريع الرائدة كيف ممكن يقدروا يوصلوا هن يعملوا تطبيقاتهم بيقدروا يفتحوا كمان أشغال لقلهم وبزنسز يكونوا عم يوصل لمرحلة هن يكونوا عم يطوروا حالهم بهالإطار هيدا بقى كان هالتدريبات وشفنا بعض التطبيقات اللي من بعض المدارس اللي منهم خصهم الإسعافات الأولية عنا تطبيق كمان هلأ عم بدون ما نكون عم نعمل كتير دعاية ولكن مع احدى الشركات اللي عم حتتبنيها اللي بيشتغلوا مع البلديات على موضوع النفايات دائما يعني الشباب عندهم افكار جديده وخلاقه فعلا فبنقدر نستفيد من هالادمغه الموجوده عنا بنقدر نستفيد من افكار جديده ممكن تطور. ماذا قصدتم بالشباب على الشاشه الصغيره؟ الشباب على الشاشه الصغيره نحن كمان ضمن المشاريع اللي عم نعملها مع شركائنا بلبنان وبرات لبنان يعني على الصعيد العالمي في عنا مشروع مع البي بي سي اللي كمان عم نتعاون نحن وياهم لحتى نساعد الشباب بتوصيل أفكارنا. نحن اليوم عم نبني قدرات ونبني قدرات في أمور اللي بنستعملها حكينا على الإنترنت بالحياة اليومية ولكن بس عم نحكي عن الأمور الإعلامية لابد نكون عم نعطي فرصة لحتى يترجمها هالشاب ولا الصبية عفوا بحياتهم اليومية أو بعملهم بقى كانت الفكرة مع الشباب اللي هن مضروا يكونوا إعلاميين ممكن يكونوا طبعا إعلاميين ممكن يكونوا لا بتطوير أفكار لهم ومساعدتهم على توصيلها
على الشاشة على التلفزيونات إن بلشنا بمشروع بأكثر من بلد مع بلقاءات مع شباب مع التلفزيونات المحلية، وبلبنان كان عندنا لقاءات أكيد مع تلفزيون لبنان لحتى نقدر نشوف إلى أي مدى نقدر نوصل هالأفكار. وطلعنا فعلا يعني نحن بس نحكي مع عن الشباب، مع الأسف على طول في عندنا أو عند البعض النظر السلبية إنه شباب يعني لازم يكون في مشاكل وحوادث ومخدرات وغيرها، ولكن في شيء اللي عم نجرب نحن نضوي عليه وقدرنا ضوينا عليه فعلا بهالأفكار، في إبداعات كبيرة. وطاقات مخيفة فعلا، بس المهم نقدر نكون واللي عم نجرب نعمله نساعد لنضوي عليها نحن بهالإطار هذا، وإن شاء الله يكون فيه لنا برنامج كمان طبعاً. في يعني تركيز شوي على دور الصحافة، يعني شفنا مشاركة باليوم العالمي لحرية الصحافة، شباب على الشاشة الصغيرة، وأيضا برنامج إذاعي. يعني اليوم الإنسان إذا عنده فكرة وبده يوصلها هو بحاجة اليوم للإعلام، هو بحاجة للإعلان أيضا، بحاجة للصحافة عامة. من هالمنطلق ركزتوا على الصحافة، من هالمنطلق حبيتوا أنه الصحافة تكون شريك معكم بهدول البرامج طبعا. ويمكن إحنا إضافة لهالشي هذا وإضافة للشباب، يمكن كمان في عنا شغلة ضمن المنظمة، عم نحكي عن منظمة اليونسكو، هي ضمن وكالة الأمم المتحدة الوكيل الوحيد اللي عندها مهام واحد لحرية الصحافة، ثانيا ونحن حاملين هالشعار اللي باليوم العالمي لحرية الصحافة اليونسكو بتقوم فيه على الصعيد العالمي، وبالموضوع الثاني اللي هو عندنا برامج للإعلام، يعني اللي يمكن الوحيدين ضمن الوكالة، اللي بداية من يكون مع طبعا تعاوننا مع الدول من قانون إعلام وصولا لتدريب الصحفيين مرورا بالشق الأكاديمي والجامعات والمناهج. بقى منشان هيك نحن علاقتنا مع الإعلام طبعا ضمن البرامج وتلقائية بقى كان شيء طبيعي، إضافة طبعا المبدأ اللي هو انه طبعا مثل ما قلتي كل شيء بده لابد يكون فيه اعلام واذاعة وتلفزيون وانترنت لنقدر انه نوصل افكارنا، وبالمقابل لابد انه يكون في دور فعال للشباب ان كان بمجتمعهم ان كان ببلدهم. من هيك كان في ايضا مشروع شبكة الشباب المتوسطة، صحيح؟ خبرنا تفاصيل اكثر عن هذا المشروع. صحيح، هذا المشروع مثل ما قلت يمكن انطلق باكثر من دولة، 9 دول بما فيهم لبنان، لحتى عم يستهدف اذا فينا نقول يمكن هيك بتعريف بسيط مشاركة الشباب بالحياة العامة، هيدا يمكن هيك بجملة واحدة، يهدف إلى عنده 3 أقسام، القسم الأساسي اللي هو عن رسم سياسة شبابية. نعم، وهون يمكن بلبنان كنا أحسن من غير دول لأنه كان صار في شغل على سياسة شبابية من قبل المجتمع المدني، من قبل جمعية طبعا منظومة الأمم المتحدة وكل الجمعيات اللي تعنى بالشباب وغيرها، المنتدى، الوزارة، كل العالم شاركوا على مدة 2 سنين لصار في سياسة شبابية بال 2012. اليوم نحن أخذنا هالسياسة وعم نشتغل عليها طبعا مع الشركة لحتى نقدر نترجمها لخطط عمل وبرامج عملية أكثر للشباب. الشق الثاني اللي هو بتناول الشباب والإعلام، اللي كمان هالمنظمات الشبابية والجمعيات اللي عم تشتغل للشباب يا أما تستهدف الشباب أو طبعاً تديرها شباب. عم نساعدهم بالشق الإعلامي لأنه كمان بنعرف كتير من المشاريع والإشياء اللي عم تصير ولكن ما عم توصل لحدا، بنعرف فيها يمكن هيك من بعضنا يمكن. بقى الفكرة الشق الإعلامي اللي هو تسليط الضوء على كيفية من متابعة الأخبار، رصد الأخبار الإعلام، لا كيفية إنتاج الإعلام، لا كيفية التعاطي مع وسائل الإعلام، وأكيد كيفية الحملات. واليوم وشددنا طبعا مع الجمعيات بسبب أكيد الأوضاع والظروف الاقتصادية اللي حولهم على الشق الحملات الانتخابية اللي من خلال أكثر شبكات التواصل رسمية. الاجتماعي اللي عم تكون كيفية وخاصة الرقمية منها، يعني كيفية توصيل أخبارهم، التعاطي مع بقية الجمعيات مع بقية الشركة على الصعيد لبنان. وصرنا أكثر وأكثر عم نشوف جمعيات بموضوع معين، بيئة عم يكون في جمعية بالبقاع عم تشتغل مع جمعية بالشمال وأكيد وغيرها من الأمور بهالإطار. عم بتلاحظوا اندماج، عم بتلاحظوا اهتمام من قبل الشباب؟ هل الأعداد كبيرة اليوم بهالمشاركات؟ في اهتمام من قبل الشباب اللبناني بالتحديد بهالبرامج كلها؟
اي يعني فعلا مثل ما قلت لك قبل في طاقات وفعلا قدرات كبيره، يمكن بمرحله كانت هيك مغيبه ولا محطوطه على جنب. المشروع اجى حرك شوي اكثر يمكن هالديناميكيه اللي خلى عطى امل اكثر للشباب، حسوا حالهم عم يشاركوا، مش بس انا عم بكتسب خبره، عم شارك. شاركت ببرنامج اذاعي، شاركت بنشاط صار بشيء اونلاين صار على شبكه الانترنت، حسوا حالهم معنيين اكثر، حسوا انه الى حد ما عم يقدروا يوصلوا افكارهم، مش بس عم تضل مكبوته وضمن صحيح الجدران الاربعه، لا عم تكون عم تتوسع، عم توصل لمنظمه دوليه، عم توصل لجمعيه حدنا، عم توصل لوزاره، يعني عم تكون عم تشبك كل الفئات المجتمعية والمشاركة بهالعمل. فعلا الشباب بيستحقوا انه تنحط الثقة فيهم، خاصة لما يكونوا شباب طموحين محبين لبلدهم وعندهم انتماء فعلا وطني. ونحن كتلفزيون لبنان وكبرنامج صباح لبنان فعلا دايما بنحب نشجع هالشباب، ودايما واقفين حد هالشباب وواقفين حد مشاريع مثل هيدا النوع، لا نكون كمان وسيلة بتحقيق الأفضل والتنمية المستدامة. أنا بشكرك أستاذ جورج عواد مسؤول برامج قطاع الاتصال والمعلومات باليونسكو، اهلا وسهلا فيك كمان اليوم، بالتوفيق بكل الاعمال اللي عم تقوموا فيها. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بكل فقراتنا الحواريه وكل الفقرات اليوم ببرنامج صباح لبنان. موعدنا بكره بيرجع بيتجدد بنفس الوقت، كونوا معنا، الى اللقاء.